هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده هنبدا نتكلم على الانفكشنز اللي بتحصل في الرعايه النهارده 11 ديسمبر. هنبدا نقول I have nothing to lose. اشتريني حتى الان. المهم النهارده هنتكلم على causes of fever in the ICU. تمام؟ اللي هيسمع المحاضره دي اللي هي اللي انا قلتها للدكاتره، السلايد دي انا قعدت فيها تقريبا ساعة في السلايد دي بس. احنا بالنسبة لكم انا هقعد حوالي 10 دقايق، لكن السلايد اللي انا قلتها لكم في دقيقة انا هقولها لكم يمكن في نص ساعة. انت في حاجة ليك في حاجة ليك. ماشي؟ اللي عايز يزود يسمع التاني. بس انا عايز اقول لك ايه هدف السلايد دي؟ انا عاملها زي الكواكب كده. عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك ان انا في شغل الرعاية لما بيجي لي عيان يعملوا لي كونسلتيشن، الكونسلتيشن دي بتبقى ايه؟ عيان سخن في الرعايه. او في بدائل ثانيه ممكن تشبهها. عيان كان في الرعايه وبعدين عنده ليكوسايتوسس. فايت سيلز او السي ار بي او بروكالسيتونين بيعمل. تمام؟ بمعنى اصح عيان بيتدهور في الرعايه. جميل؟ وبيتدهور لسبب انفكشس، ان هو ده اللي احنا جايين نتكلم فيه، مش بيتدهور لسبب ثاني. يبقى اذا لما يكون عندك عيان بيتدهور في الرعايه، الحاجات دي تقريبا هي اشهر الحاجات اللي بتعمل مشاكل، وتقريبا ممكن اكتر من 95% من العيان. واضح؟ الحاجات دي عاده بتعمل فيفر، فانا هعطيها لك causes of fever in the ICU. ماشي؟ طيب الطب في الرعايه غير الطب بره الرعايه، يعني ايه؟ يعني انا كدكتور لما بيجي لي عيان في العياده بفكر ازاي؟ بفكر هو بيقول لي انا عندي صداع. فقوم انا كدكتور بقوم جاي ايه؟ ازاي بشخص؟ بقوم جاي حاطط في بالي ايه الديفرنشال دايجنوزز اوف هيدك؟ كذا 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 كذا. طيب انت عندك ايه؟ بطنك بتوجعك، رجلك بتوجعك، مش عارف ايه اللي حصل، جالك اسهال، عندك اعراض رشح لحسن تكون انفلونزا بسبب الهيدك. بعمل اناليسيس للهيدك تمام؟ علشان اعرف ازاي اوصل للتشخيص السليم باذن الله. لكن في الرعايه القصه يمكن تكون مختلفه. ليه؟ لان انا عندي نارو ديفرنشال دايجنوزز، عندي كام سبب. فلما العيان هيجي لي سخن انا مش بعمل اناليسيز من السخونيه، وانما بقول هو عنده انهي واحد من دول. يعني ايه؟ يعني هو ايه العيان سخن؟ طب ايه اسباب السخونيه في الطب؟ فاديش اليار سبب. لا انا ما بمشيش كده. يبقى غير الطب التقليدي. ليه؟ لان المشاكل اللي بتحصل في الرعايه مشهوره، ان العيان داخل المستشفى ايا كان السبب، داخل عشان عنده جلطه في المخ، داخل عشان رجله مكسوره، داخل عشان جاله بالمونري امبوليزم، داخل عشان جاله اكيوت هارت فيلير، داخل عشان يغسل الكلى، ايا كان السبب. هو داخل مش سخن، وبعدين حصلت له السخونيه دي جوه المستشفى. فاذا اذا لو حصلت له يبقى في سيرتن انفكشن او سيرتن كونديشنز بتعمل فيفر جوه المستشفى. فانا مهمتي كدكتور ان انا ادور انهي واحد من دول. وعلشان كده يمكن ايه؟ لما انا في احد المستشفيات مش عارف ايه، قال لي انت ازاي بتعرف دايما؟ كده مش بعرف عشان انا بقولها مره مظبوطه ولا اي حاجه خالص. انا بعرف لان انا متدرب. فاللي دربني قال لي ايه؟ قال لي ادخل في الرعايه دور على دول. وانا علشان كده بعلمكم، علشان انتوا حتى لو هتشتغلوا صيادله مش دكاتره لازم تفهم، لان انت اللي هتنبه الدكتور هتقول له خلي بالك ممكن يكون كذا. فانت هتساعد في تشخيص العيان. واضح؟ طيب ايه المشاكل اللي بتحصل في الرعايه؟ انا هقولهم بسرعه دلوقتي وبعدين هناخد كل واحد نتكلم فيه بعدين. ايه المشاكل اللي ممكن تحصل؟ لاين انفكشن، وده تقريبا نص العيان. يبقى انت وانت قاعد في المستشفى وعيان داخل عنده رينال فيلير، ولا داخل عنده ستروك، ولا داخل عنده اي حاجه ثانيه، بعد خمس ست ايام في الرعايه لقيت العين بيسخن. اول حاجه نص العيانين هيطلع ايه؟ مشاكل اللاين. الدكاتره مش ملتزمين تماما بالطريقه بتاعه تركيب اللاين مصر، فبتكون النتيجه ان اللاين ده بيبقى ايه؟ انفكت. اللي بنسميه سنترال لاين اسوشيتد بلاد ستريم انفكشن. تمام؟ يبقى اذا اول مشكله واكبر غلطه ان الدكاتره ما بتهتمش. ماشي؟ وهي دي اللي بتعمل لنا مشاكل. فبالتالي انا لما اجي ادخل للعيان واول ما اشوف العيان انا كدكتور ابص على اللاين، يعني انا بدخل الرعايه اقول هو فين اللاين؟ او جاي باصص عليه، لقيت صديد واحمرار خلاص عرفت السبب. طب لقيت العيان مش مركب لاين، اسال النايب هو كان مركب لاين امبارح وشلته؟ يقول لي اه، يبقى هو ده كان السبب. يا اما يقول لي لا ده ما ركبش سنترال لاين خالص،
او انا ايه انط على السبب اللي بعده. ليه؟ يبقى انا بدخل ادور على المشكله دي. خلي بالك ان انت وانت شغال كلينيكال فارماسيست وبتمر على العيان في الرعايه هتلاقي ان العيان فجاه ممكن تلاقيه سخن او عنده كوسايتوزس وتلاقي الدكاتره يقول لك مش عارفين، واكيد كلكم اشتغلتوا وتلاقي الدكاتره يقول لك مش عارفين هو بيسخن ليه، مش عارفين الواد ده سخن، اكيد شفتوها مليون مره. ليه؟ لان هو مش بيفكر بسكيم. السكيم بتاعي ايه؟ ان انا ادخل ادور على لايف. نمبر 1. نمبر 2 ان انا اشوف لو العيان جات له مشكله مشاكل الرعايه، اول حاجه سكرال كيبتس السلسر، ان العيان يجي له قرح فراش. في اوروبا والدول المتقدمه قرحه الفراش ايكوالز قضيه اللي ما توصلش المحكمه. ليه؟ لان مجرد ما العيان يجي له قرحه فراش يجيب المحامي، المحامي يروح المستشفى يقول له انا هرفع عليه قضيه، يقول له انت عايز كام؟ اتفضل. ليه؟ لان قضيه هيخسرها هيخسرها. يعني مش عايزين نوصلها للمحكمه، خسرت خسرت خسرت، لان مش مقبول ان عيان يدخل الرعايه ويجي له قرحه فراش. تمام؟ هتقول لي الله ده انا شغاله كل العيانين. ام الدنيا. ماشي؟ فيبقى اذا ايه؟ المفروض ان العيان ما يجيلوش قرحه فراش، لان قرحه الفراش علاجها صعب جدا جدا، ودايما معظم العيان بتموت العيان علما ان كل العلاج بتاع قرحه الفراش بتقلب العيان. بس تخيل ان لو العيان ده كل ساعتين اتقلب مش محتاج اي اختراع او اي دواء او اي حاجه علشان تمنعه من ان هو يموت. بس دي كده. هما بيقلبوه بس ما بيقلبوش صح. بيتقلب كل ساعتين ويبقى في جدول ان انت اثنين على اليمين، اربعه على سته على الجنب ده. لو انت طلعت طرف راس استحاله اكيد ما بيقلبش. توصل قلب العيان مجرد ما هتقلب. انت هتقولي لي اصل هما بيقلبوك، شفتهم هما بيقلبوك. ايوه انت شفتيهم بس شفتيهم بالليل الساعه 3 الصبح؟ لا. شفت بقى هي ما هي دي النقطه. لما يدخلوا يناموا هما بيقلبوش العيان. يبقى اذا دي مشكله من اهم مشاكل الايه؟ اللي بتعمل سخونيه او بتعمل حاجه. والسكره اللي كنت اقصر بيها جريدنج ومش قصتها دلوقتي. لكن في حاجه من الحاجات اللي انا جاي باص بقول ايه؟ في ناين؟ لا ما فيش. عنده قرح فراشه بص؟ لا ما عندوش. طب بيركب اثار البول 9 او 90% من العيانين اللي بيركبوهم اثار البول في رعايات مصر نوت انديكيت. وانا اتخانقت مع طوب الارض كل مستشفى رافي اقول له يا ابني شيل قسطره البول، يقول لي لا احنا محتاجينها. يقول محتاجينها ليه؟ يقول لك اصل العيان بيوسع نفسه فاحنا كده قسطره البول بينزل. طب ليه هو بيوسع نفسه؟ طب ما هو في اوروبا ودول متقدمه الرجاله بتلبس كندر كاتر والستات بتلبس بامبرز. ايوه اصل البامبرز هيحتاج ان احنا كل شويه نغيره، فانت تقوم تستسهل تقوم جاي ايه تركب قسطره. طب القسطره دي ما هي الا ايه؟ هي مدخل للايه؟ لدخول الانفكشن. بيبقى ده يو تي اي، واليو تي اي ممكن يعملك بكتيريا. حلو؟ فيري 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 فيو انديكيشن منها سيك. العيان الكونشس ده ما يركبش قسطره. لا هو انكونشس. انا بتكلم على كل العيانين دول انكونشس. ما يركبوش قسطره. العيان الانكونشس ده امتى ركب له قسطره؟ لو عايز فيري 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 ستريكت يورين اوت كالكوليشن، او لو العيان عنده ستيج 4 سكرال كيوبيتس اصلا. لدرجه ان عشان ده تخيله في امريكا انت عندك كله حاجه كمبيوتر بيست بوردرز ونوتس والكلام ده. فانا كان عندي لو ما جيتش كل يوم كل يوم تعمل رينيو للاوردر بتاع القسطره اوتوماتيك الاوردر ده يتشال ويدي اوردر للممرضه تشيل القسطره. ما يعني ما لم اطلب ان القسطره تستمر ان الممرضه اوتوماتيك شايلها. ليه؟ لان دي كارثه. ده انت فاتح مدخل للبكتيريا عشان تدخل. فبالتالي انا اول ما هشوف اهم حاجه عندي ان انا اطمن ان ايه؟ اطمن ان مفيش قسطره. ماشي؟ دي حاجه من الحاجات المهمه جدا قسطره البول. لو العيان مش راكب قسطره البول او انط على السبب ايه؟ تعرف تفتكر الذكريات اللي على ايدي اللي شفتيها بتقتله. ده هيباتيك انسفالوزي مش انديكيتر اصلا. اللي عنده عايز فيري ستريكت يور نوت غير كده كله ملوش اي لازمه. وهيباتيك انسفالوزي يركب كوندم كاسبر. طب انت مركب فولي ليه؟ ده الفولي دي داخله في سكه لجوه. لو انت مش عايز يلبس بامبرز هو مش عايز يلبس هاير بامبرز. فهي دي ايه؟ يبقى دي مشكله من مشاكل الرعايه. ايه تاني؟
بروستريديو ديستيسيل اللي كان زمان اسمها بروستريديو الحمد لله احنا قلنا المره اللي فاتت صح عشان اتكلمنا عليها اتكلمنا على الكوليسترول الديستيسيل ان هي مش كومن في مصر تمام لسبب غير معروف احنا عايزين فرضه للصدر ما اعرفش هل بسبب اكل اللحمه حلال هل بسبب الفول والطعميه هل بسبب ان احنا بنشرب ميه مجاري المهم ان هو الكوليسترول الديستيسيل دي مش موجود ايه هي الكلوستريديوم ديفيسيل اللي اسمها جديد بروتوبيوتس ديفيسيل هي ان انت يبقى عندك بكتيريا في بطنك نافعه وضاره تاخد مضاد حيوي تموت البكتيريا النافعه طب البكتيريا الضاره ايه ترعرع وايه تبدا تعمل لك الشغل بتاعها تمام تعمل طيارين المشكله في الكلوستريديوم ديفيسيل فعلا لما انا رحت الهند قال لي احنا الكلوستريديوم ديفيسيل عارفه الطريقه اللي طحن دي لا عندنا مش موجوده قوي وفي مصر حتى لما جم الناس قالوا لا ده يمكن انتوا ما تعرفوش تشخصوها فجم النابلو بتاع البحريه الامريكيه اللي اتضرب دلوقتي بسبب المهم ان هم جم كان قالك هنعمل الصدى ماشي يا عم تعالى اعمل الصدى وهات احدث ما عندك اللي موجود في امريكا هات البي سي ار جم وعملوا البي سي ار ولقوا برضه فيري رير فلسبب غير معروف تمام فالناس بقى حد من الاساتذه قال لك من اكل الفول واحد قال لا من اكل المجال زي انا قلت لك حتى اللي هناك ناس في الهند عشان هم نباتيين. فانا لاحظت ان الناس اللي بياكلوا لحمه حلال حتى لما كنت في نيويورك لان نيويورك كان عندي مستشفى فيها مسلمين كتير وفيها ناس امريكان بتتاكل في حته فيها ما كانش بيجي لهم فانا دي ماي ثيوري بس احنا محتاجين نثبتها. ممكن انا ما قلتش لا انا ما قلتش لا انا ما قلتش لا بس اللي انا عايز اقوله لك ايه ان في ديبيت ولسبب غير معروف لكن اللي ايه هدف النقاش والحكايه دي؟ عشان نخلص من الموضوع هدفه ان الكلوستريديوم ديفيسيل ده مش كومن في مصر لكن امتى هعرفه هنتكلم عليه كمان شويه هيجي لك العيان بدايريا وهو قاعد في الرعايه واول ما يضرب دايريا المفروض يتحط على كونتاكت ايسوليشن يعني اصعب كونتاكت ايسوليشن طب لو ما عملتوش تلاقي فجاه الرعايه بتاعتك ضربت كل العيانين جالهم ايه اسهال ممكن تكون شفتها قبل كده فجاه تلاقي الاسهال ضرب كل الايه العيان ماشي يبقى تعرف ليه ان انت ما حطيتش كونتاكت ايسوليشن انت ما عرفتش العيان يبقى هيجي لك يا اما بدايريه يا اما ممكن يجي لك بايه؟ بابدومينال ديستنشن وده على فكره مرض خطر بيموت الاف كل سنه في امريكا تمام؟ لكن الحمد لله ان هو مش موجود عندنا. ايه تاني ممكن يكون سبب للفيفر في الرعايه؟ الانترا ابدومينال انفكشن وده بيحصل معظم الوقت لو في بريبوريشن للتستن لو انت عندك عيان داخل عامل عمليه في بطنه ويبقى باقي فيه ريزيدوال انفكشن او كوريكشن او ابسس زي ان انت مثلا شغال في رعايه جراحيه وجاله العيان عمل عمليه زرع كبد زرع كلى عيان مثلا كان عنده رابتشر ابندكس وفجاه العيان عندك في الرعايه لقيته بيسخن عاده بيبقى ايه فيلير اوف سورس كنترول الجراح اللي عمل العمليه ما شالش كل الفص او ما نضفش او سايب كوريكشن محتاجه تبقى ايه الحاجه الثالثه هنا السيرجيكال سايت انفكشن دي مشاكل جراحيه انا حطيتها مع بعض يعني ايه سيرجيكال سايت انفكشن يعني معناها ان العيان عنده انفكشن في الجرح ودي اكيد شفتوها مليون مره اللي يشتغل في رعايه فيها كامج يلاقي العيان خارج بانفكشن في مكان الايه اللاين بتاع السيرجيكال سكار تمام واحد فاتح بطنه يلاقي انفكشن في بطنه سمعتوا عن اكيد واحده قريبتكم عن عامله قيصريه وقالت الجرح مش راضي يلف هو ده اللي اسمه سيرجيكال سايت انفكشن جزء منه تلوث في العمليه بنتكلم عن كده في البروفيلاكسس ان شاء الله لان الدكتوره جميل قالت لي عليه فالبري اوبتر بروفيلاكسس ادى ايه؟ في تلوث اوضه العمليات ملوثه او الدكتور ما اداش الانتي بايوتيك الصح فحصل تلوث في مكان الجرح تمام؟ يبقى ده اسمه سيرجيكال سايت انفكشن وده واحد من اهم الاسباب اللي ممكن يكون سبب فيفر او ليكوسايتوزس او ايه؟ انكريس انفلاماتري ماركرز ماشي؟ ايه تاني؟ نمونيا وفيري فيري فيري كومن العيان يدخل المستشفى ويجيله نمونيا سبب النمونيا ايه؟ سبب النمونيا ان هو بيكون عنده بكتيريا عامله كولونايزيشن للابر اير واي وانت مناعتك ضعيفه وما عندكش عضلات قويه علشان تطردها ولا تكح فتدخل لك البكتيريا ايه؟ اللي جوه عندك اير واي وطالما هي موجوده في بقك البكتيريا يعني مش جايه من بره وانت جوه المستشفى فانت بتطرد بكتيريا من المستشفى فعادة النمونيا اللي بتحصل جوه المستشفى بتبقى نمونيا بريزيستنت تمام؟ وهو ده المختلف عن النمونيا اللي بتيجي ليه؟ ماشي؟
اللي بعديها ساينوسايتس. يعني ايه ساينوسايتس؟ واحد مركب راي. عارفين الراي لما بتدخل من المناخير، لما بتركب الراي الطبيعي ان احنا الجيوب الانفيه دي ربنا خلقها سبحانه وتعالى علشان تخلي الجمجمه خفيفه وعلشان تعمل صدى الصوت اللي انت بتتكلمه بيرن فيه. لكن الجيوب الانفيه دي عامله زي الاوضه اللي احنا قاعدين فيها، فيها مدخل باب. انت لو رحت جاي تخيل بالظبط ان واحد جاب خرطوم كبير قوي لو بتاع المجاري ده هو المتر، وراح جاي حاططه لنا على الباب، انا نعرف ندخل او نخرج؟ لا. انت لما تيجي تحط الراي وتدخله من المناخير هيعمل بلوكينج لمدخل الساينس، يقوم يجي لك ايه؟ ساينسايتس. يبقى واحد اوف ذا كومن سكوز للعيانين في الرعايه ان هو يكون مركب ايه؟ راي ويقعد مده طويله. ماشي؟ انا كدكتور كله يصحصح، انا كدكتور لما باجي الاقي العيان ده له سخونيه في الرعايه ادخل اقول ايه؟ اول حاجه وانا عندي مركب لاين سنتر لاين علشان خاطر اشوف اللاين ده يكون سبب الانفكشن، لا مش مركب. طب العيان مركب راين يكون عامله ساينسايتس؟ لا عمره ما مركب. طب الشاست اكس راي فيها نمونيا؟ لا ما فيهاش. طيب مركب قسطره بون تكون كاستر اسوشيتد يو في اي كاوتي؟ لا. طب عنده قرع فراش؟ لا. طب كان فاتح بطنه يكون ده انترا ابدومينال انفكشن او سيرفيكال سايت؟ لا. طب عنده دايريا؟ لا. لو كان حاجه من الحاجات دي ابدا امشي في سكتها واعمل الانفستيجيشنز بتاعتي. تمام؟ طب لو كله نيجاتيف يبقى ممكن يكون عندي حاجه اسمها دراج فيفر. يبقى الحاجات اللي انا هقولها بالاخضر دي دايجنوزز اوف اكسكلوجن. يعني ايه؟ يعني مش اول ما ادخل على العيان اشخص الحاجات دي، لا انت لازم تنفي الحاجات الثانيه. تمام؟ وبعد كده تبص على دول. ليه الحاجات دي لازم اقولها؟ الحاجات دي لازم اقولها لان دي الحاجات اللي فيها حاجات تتعلق بشغلك في الصيدله. تمام؟ صح كلكم. دراج فيفر يعني العيان يكون جاله سخونيه بسبب دواء انا اللي اديته. فلو انت ما لقطتهاش مش هتطلق. تمام؟ يبقى دراج فيفر يعني واحد عيان جاله سخونيه بسبب دواء. اعرفها منين؟ الاقي لما ابص على تذكره العيان الاقي ان العيان جات له السخونيه بعد ما بدا الدواء ده. وكاركترستيكلي هتلاقي ان الفيفر بتاعته ديسبروبورشن. يعني ايه؟ الطبيعي ان انا لو ضربات قلبي 80 ماشي هي ب 60%، انا ضربات قلبي 80 جيت الحراره سخنت ب 39 يعني زادت درجتين، كل درجه بتزود معاها ضربات القلب 10 ل 15 حلو. فلو انا حرارتي بقت 39 وانا كانت البيز لاين 80 يبقى المفروض ان الهارت ريت بتاعي اراوند 110. طب لو انا الهارت ريت البيز لاين 80 وبعد ما خدت الدواء وسخنت لقيت الهارت ريت 85 يبقى الفيفر دي مع ديسبروبورشن التفيفر، يبقى ده يرجح ان ده دراج فيفر. تمام؟ لو بصيت على السي بي سي ولقيت الايزينوفيلز عليت يبقى ده يرجح ان ده دراج فيفر، لان الايزينوفيلز بتزيد مع الدراج فيفر. تمام؟ يبقى ايه اللي يخليني كصيدلي بمر في الرعايه وافكر ان الفيفر بتاعت العيان دي دراج انديوز؟ الاقي ديسبروبورشن التاكيكارديا والاقي ممكن معاه اكتينوفيليا والفيفر بتبدا بعد ما الدواء يكون ايه؟ فانت مهمتك ساعتها انت تبص في مستشفى العيان تدور على ايه الدواء اللي زاد ساعتها تقول ايه؟ ده دراج ماشي؟ طيب الديسبروبورشن التاكيكارديا في حاجه معلومه مهمه جدا، لازم يكون العيان ايه؟ يعني انا عشان اقول اني عامله ديسبروبورشن تاكيكارديا يبقى العيان لازم يكون ايه؟ ما عندوش اريزميا، يعني انا عندك اتريال فيبريليشن مش هينفع. وايه تاني؟ الله عليك، مش بياخد دواء ياثر على هارت ريت زي البيتا بلوكر. ولو العيان بياخد بيتا بلوكر هيلخبط لنا الميكانيزم دي كلها. تمام؟ يبقى اذا لو لا عشان تتكلم عليها لازم يكونش العيان عنده اريثميا او بياخد دواء يلخبط الايه؟ الهارت. ماشي؟ ايه تاني ممكن يعمل فيفر؟ بوست اوبرتيف فيفر، ودي حاجه بتحصل لكل العيانين بعد العمليات مش كلهم، يعني نسبه كبيره. يعني يخرج العيان من العمليات تلاقي حرارته بعد ايه؟ بعد العمليه مثلا 38 وشرطتين عاده بتبقى لو جريد تمبرتشر. ده بتقعد 36 ساعه بعد العمليه. يبقى لو عدى 36 ساعه لا الفيفر دي مالهاش علاقه بالقصور. ليه؟ نتيجه التقطيع في التيشوز ونتيجه الايه؟ البروسيجر نفسها.
يبقى ده اكسبتابل في اول يومين بعد العمليه. ايه تاني؟ سنترال فيفر، يعني عيان عنده مثلا برين هيموريدج وهي اللي عامله له ضربه السنتر. ماشي؟ بس ده عاده ما بيعرف العيان، عيان بيروح سيرجري ودايجنوزز اوف اكسبتيشن. اخر حاجه بي تي اي يعني بينا ترومبوليست، يعني عيان يكون جاله دي بي تي او بلموناري. ماشي؟ الحاجات دي قلنا هنشخصها ايه؟ باي اكسكلوجن. اهم حاجه انت هتشخصها ايه؟ لان الدكتور مش هياخد باله منها الدراج. انت مهمتك ايه؟ ان انت لو لقيت العيان مفيش فيه الحاجات دي كلها تفكر في دراج. وتلاقي العيان مش بس مفيهوش الحاجات دي كلها، لا كمان في دواء جديد زاد ومعاه ممكن ايزينوفيليا ومعاه ديسبروبورشن كابيتال. يبقى انت مهمتك تدور على ايه الدواء اللي زاد ده عشان مجرد ما توقفه يبدا العيان ايه؟ واضح؟ ماشي؟ طيب. الكاتيتر ريليتد انفكشن، ما اعرفش كل ما احط البتاع دي اللي هي ترجع. الكاتيتر ريليتد انفكشن يعني اللاين انفكشنز دي نوعين. اللاين انفكشنز دي نوعين. يا اما لوكال يا اما انترافاسكولار. يعني اللي هيجي له سنترال لاين انفكشن ده هيجي له يا اما لوكال يا اما انترافاسكولار. لوكال يعني ايه؟ سيبك من المانجمنت اللي هي للدكاتره، انا عايز اوريك الصوره. لوكال يعني ايه؟ لوكال يعني في احمرار عند الاكزيت سايت بتاع الايه؟ بتاع الاصطاد. ماشي؟ لما تلاقي احمرار عند الاكزيت سايت بتاع اللاين يبقى ده اسمه لوكال انفكشن. يعني ايه؟ يعني انفكشن بس في مكان القسطره هنا. ده عاده الاحمرار ده يعني فيه عدوى بسيطه او ممكن تلاقي نقطتين ثلاثه بس عند الحكايه عند مخرج السنترال لاين. اللوكال اكزيت سايت انفكشن ده عادة بنديله ممكن توبيكال انتي بايوتكس، لو ما استجابش نديله سيستميك انتي بايوتكس. امال ده ايه؟ ده اسمه تانل انفكشن. تانل يعني لما تلاقي سنترال لاين داخل والنفق اللي ماشي فيه تلاقي فيه ابسس. ده انديكيشن ان السنترال لاين ده لازم يتشال. يبقى لو لقيت تانل انفكشن السنترال لاين لازم يتشال. بس اهم حاجه ان انت كل لما احنا بنشوف اي سنترال لاين بتبقى مهمتك ان انت تعرف معلومه مهمه. هل اللاين الانفكتد ده الانفكشن بتاعه لوكال ولا الانفكشن كمان داخل البلاد ستريم يعني في بكتيريا؟ فبالتالي اي واحد عنده سنترال لاين انفكشن هاخد عينه لو في صديق مكانه او لو في ابسس هنا، لكن لازم اخد عينه من الايه؟ من البريفرال بلاد عشان اكونفيرم العين ده عنده بكتيريا ولا لا، لان البكتيريا ليها علاج ايه؟ مختلف والديوريشن مختلف. ماشي؟ الكاتيتر ريليتد انفكشن انا هديكوا البرزنتيشن وهي نفس بتاعت الدكاتره بس انت ممكن تبقى تسمعها لو انترستد، بس الباقي ممكن ما يكونش مهم بالنسبه لك قوي. السنتر لاين انفكشن فيه هوست فاكتورز، يعني في عيانين بيبقوا مور لايكلي ان هو يجي لهم انفكشن. هو عيان تعبان قوي، عيان عنده فشل كلوي، عيان في الرعايه اولد ايج، عيان في مال نيوتريشن، في فاكتورز بتزود الانسس بتاع اللاين انفكشن. في حاجه ثانيه يكون الدكتور اللي بيركب خبرته قليله او ان هو مش متابع كل التعليمات بتاع تركيب السنتر لاين. لكن في حاجة أنا عايزك لازم تعرفها، إيه؟ الـ TPN. الـ TPN ده بيزود جدا احتمالية إن اللاين يبقى ينفكت، خصوصا الليبد الفات. يبقى مجرد ما تبدأ الليبد الفات ده بيعمل إيه؟ بيعمل كانديدين. ليه؟ لأن أنت بتمشي أكل جوه الإيه؟ جوه اللاين، فالأكل ده البكتيريا تحبه، صح؟ يبقى إذا الـ TPN بيزود الإنزيمز بتاعت اللاين انفكشن والفات بيزود الانسس اوف فانجل انفكشن، يعمل لك ايه؟ كانديدين. في دواء احنا اتكلمنا عليه في المره اللي فاتت، ما اعرفش فاكرينه ولا لا، احنا قلنا ان الدواء بيبقى دايب في انتراليت، يعرف هو ايه؟ البروبوفول. فيبقى بالتالي البروبوفول ده زي الانتراليت يبقى ممكن يزود الانسس بتاع الايه؟ الكانديدين، يعني انت ماشي ليفل في المره. خلي بالك، يبقى التي بي ان افتكرني لما العين يبقى سيبتك ان ممكن يكون في كانديدينيا، يبقى ممكن العين يحتاج ايه؟ انتي فانجل كفر. ماشي؟ طيب. في كاتيتر ريسك فاكتورز، يعني في حاجات في السنترال لاين ومين عنده هاير ريسك، والسورسز اوف انفكشن، يعني الانفكشن اللي بيجي في اللاين بيبقى جاي منين؟ يا اما جاي من سطح الجلد والبكتيريا مشيت، يا اما انترليومينال كونتامينيشن، يعني انت اليومن بتاع القسطره حصل عليه انفكشن بسبب ان انت المفروض اي سنترال. طب انا اسال، مش انت اشتغلت في المستشفيات؟ عمرك شفت ممرضه السنترال لاين قبل ما تحط توصله بفلويد او بانتي بايوتيك او باي حاجه تمسك الكول وايبس وتقعد تنظف فيه؟
اهو ده الروتين ده الروتين ليه؟ لان انت لو انت سايب الهب بتاع السنترال لاين هتيجي بكتيريا تقعد عليه، انت تيجي تفتح وتحط الدواء يبقى انت بتزق البكتيريا جوه. علشان كده لازم اول خطوه تجيب اكل وايت سيل مش صغيرين اللي قلنا بتمسح فيهم قبل الحب وتنظف قبل ما قبل ما تيجي تدي اي دواء. تمام؟ لو انت ما عملتش كده يبقى انت هتدخل انفكشن. يا اما ممكن اللاين يبقى انفكتد من هيماتوجنا سي دي، يعني يكون واحد عنده بكتيريا مثلا في يو تي اي والبكتيريا تلف في الدم وتيجي تلزق على السنترال لاين. تمام؟ يا اما انفيوزيف كونتامينيشن، يعني انت محضر دواء في الصيدليه تمام؟ وانت وانت بتحضره يعمل انفكشن. هل الحكايه دي وارده؟ المفروض. طب انا احكي لك بقى على قصص في امريكا حصلت على ان الانفيوزيف ده كانت كونتامينيشن وقلبت الدنيا وطلعت في الجرايد وكده، يعني بتحصل؟ اه بتحصل. طب ما انت ما بتاخديش بالك ليه؟ خلاص. لكن ممكن الصيدلي وهو بيحضر يحط بكتيريا جوه؟ طبعا. ده لو قلت لك افتح اكتب انيوز بس كونتامينيشن في الكومباوند فارماسيس في امريكا وهتلاقي الحكايه بتحصل في امريكا كل يوم. اذا ما كنتش انت لقيتها هنا يبقى ايه؟ ما فانت لازم تحطها في بالك. هتحطها في بالك ازاي؟ فجاه هتلاقي في يوم الصيدليه دي بتحضر مثلا بتحضر دواء معين، هتلاقي كل اللي خدوا الدواء ده حصل لهم سخن وحط لهم بكتيريميا بنفس الاورجانيزم، يبقى ده اسمه اوت بريك. ساعتها هتلاقيهم خدوا نفس الدواء، تعرف تروح للصيدليه هو اللي حضره حصل كونتامينيشن، هو ده اللي تمام؟ يبقى الفيوزيت كونتامينيشن دي حاجه ايه معروفه، ودي ممكن تعمل لك كونتامينيشن للايه؟ للسنترال لاين. عاده الانفكشن بيبقى ايه؟ معظم حالات اللاين انفكشن جليس نيجاتيف ستاف تقريبا 60.4%، بعديها ستاف اوريس، بعديها انتيروكوكس، بعديها كان. اشمعنى دول؟ لان دول البكتيريا اللي بيعيشوا على ايه؟ على سطح الكلى. طيب الديفينيشن سنترال لاين اسوشيتد بلس ستريم انفكشن وكده والدايجنوزس انا مش هشغلكم بيه قوي، هو الفكره بس انا هختصرها لك. الكلينيكالي العيان بيجي له اما فيفر لوكوسايتوزس، تلاقي ممكن ايريسيما او تندرنس على سنترال لاين، تلاقي العيان ممكن يجي له ميتاستاتيك انفكشن، يعني انفكشن في حته ثانيه من جسمه وكان اللاين ده قاعد يشاور انفكشن في حته ثانيه. هنشخص العيان ده ازاي؟ ان احنا بناخد بريفرال كلتشر وبناخد كلتشر من اللاين ونشوف ديفرنشال تايم في البوزيتيفيتي. يعني ايه؟ يعني انت لو خدت اثنين كلتشر ولقيت ان الكلتشر زرعت من بتاعه اللاين قبل ما زرعت بتاعه البلاد باكثر من ساعتين، فمعنى كده ان البكتيريا تركيزها عالي قوي في اللاين، يبقى موست لايكلي البكتيريا اللي عند العيان جايه من الايه؟ جايه من اللاين. يبقى ده شخص سنترال لاين، وساعتها بنضطر ان احنا ايه؟ نشيل اللاين ده لان يعني هو سورس انفكشن وندي انتي بايوتكس. ماشي؟ طيب العيان اللي داخل مركب سنترال لاين وجايني في الاستقبال في سيبتك شوك، اول حاجه اعملها اشيل اللاين، لان احنا قلنا ان اللاين ده وان اوف ذا كومن سورسز للانفكشن. طيب هل لازم كل السنترال لاينز تتشال؟ الاجابه لا. طب مين اللي هيحدد وهيعمل لي حاجه تخلي اللاين ما يتشالش؟ الكلينيكال بارتنرز. كله يفوق عشان يسمع الحته دي، يعني الحته دي هي اللي انت هتعملها. كل اللي فات الدكتور هيعملها، الحته دي بقى انت اللي هتعملها. ايه اللي هنقوله؟ هنقول ان في حاجه اسمها كاثيتر سالفيج. السنترال لاين اللي انتوا بتشوفوه اللي هو العادي الصغير البسيط ده، ده مش مشكله. المشكله عندي في لاين اللي هو اسمه فيرماكاس. الفيرماكاس ده اللي هو بتاع الدايزس، ده لاين بيبقى ضخم كده وبيغسل منه العيان. تركيب الفيرماكاس في معظم المستشفيات البرايفت بيكلف من 10,000 ل 20,000 جنيه، بس انتوا فاهمين. طيب اذا القرار ان انا اشيله مش بس بيبقى فيه موربيديتي للعيان، لا في تكلفه. تمام؟ يبقى اذا البيرمننت لاينز اللي زي البيرماكاس او زي البورت بتاع الكيمو، البورت بتاع الكيمو بتبقى ايه؟ كوره كده متوصله بانبوبه، الكوره دي بتحطها تحت الجلد. ليه انا بحطها تحت الجلد؟ عشان مش عايز اسيبها بره تطلب انفكشن. والعيان كل ما يروح ياخد جلسه كيمو يقوم جاي حاطط عامل اكسس علشان ينتهي الايه؟ الدم. ماشي؟ اتفقنا؟ هي دي الايه؟ البورت. انا ممكن لو جالي البورت ده اعمل حصل فيه انفكشن، احنا قلنا ان معظم الانفكشن الحاجات دي لازم تتشال. طب امتى ما تتشالش؟ لو انا هعمل كاسكر سالفج. بس قبل ما اقول لك الحته دي اقول لك الانديكيشنز. بص الاي دي اس اي جايد لاينز مقسمه السنترال لاينز لنوعين، شورت تيرم ولونج تيرم. شورت تيرم اللي هو السنترال لاين العادي اللي انتوا بتشوفه في الايه؟ في الرعايه. تمام؟ اللي هو سنترال لاين ابو روح او ابو روحين.
انما لونج تيرم اللي هو الفيرماكاس او البول. فهم قايلين ايه؟ لو السنترال لاين ده كومبليكيتد تمام يبقى لازم يتشال. كومبليكيتد يعني ايه؟ يعني سنترال لاين جاب اندوكاردايتس، سنترال لاين جاب اوستيوبلايت، سنترال لاين عمل ثرومبوفلوبايت، عمل كومبليكيشن، يبقى السنترال لاين ده لازم يتشال. طب لو السنترال لاين ما عملش كومبليكيشن، لو كواجيليز نيجاتيف تمام؟ كواجيليز نيجاتيف ستاف ده ممكن احافظ عليه. طب لو ستاف اوريس لازم يتشال، طب انتيروكوكس لازم يتشال، طب جرام نيجاتيف لازم يتشال، طب كانديدا لازم يتشال. يبقى اذا لو السنترال لاين ده شورت يعني السنترال لاين العادي بتاع الرعايه، الاحتمال الوحيد ان انا احافظ عليه ما يتشالش لو كواجيليز نيجاتيف ستاف. هحافظ عليه ازاي؟ ان انا هعمل لاين سالفج اللي هو هيعملها الكلينيكال فارمست. طيب لو كان ده لونج تيرم كاتيتر، لو كومبليكيتد لازم يتشال. طب لو ان كومبليكيتد وكانديدا لازم يتشال. طب لو ستاف اوريس لازم يتشال. طب لو انتيروكوكس او جرام نيجاتيف او كوجليز نيجاتيف، احتمال ان انا ايه احافظ عليه لاين سالفج. ماشي؟ يبقى انت لازم تبقى فاهم التقسيمه دي، لان انت اللي هتقولها للدكتور، الدكتور ما يعرفهاش. ماشي؟ انا هديك البرزنتيشن. يبقى اذا في الشورت تيرم كاتيتر الاحتمال الوحيد انك تحافظ عليه لو كواجليز نيجاتيف ستاف وان كومبليكيتد. طيب لو في اللونج تيرم الاحتمال الوحيد لو ان كومبليكيتد وطالع جرام نيجاتيف او انتيروكوكس او كواجليز نيجاتيف. طب انا هحافظ عليه ازاي؟ هحافظ عليه بان انا اعمل لوك. يعني ايه لوك؟ اللوك ان انا بدي انتي بايوتيك بتركيز عالي جدا 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 جوه اللاين. يبقى اذا لو عندي اللاين ده انا عايز اعمل له لوكينج، يبقى اللاين ده بروحين مثلا. اقوم جاي اعمل ايه؟ واخد فانكومايسين بتركيز عالي وبحله في الصيدليه، وانا هبعت لكم الجدول بتاع الجرعات بتاعت حل الفانكومايسين لان انت اللي هتحضرها. وتقول للدكتور من فضلك اعمل لوك للاين. يبقى لو اللاين بروحين هتحط فانكومايسين في واحد وتسيبه 8 ساعات. ماشي؟ وتبدا تستعمل اللاين الثاني الروح الثاني ده في ان انت تدي الادويه. ماشي؟ وبعد 8 ساعات تقلب تحط الادويه في الناحيه دي وتحط الدواء في الايه في الناحيه الثانيه. ليه؟ لان انا لما بسيب الانتي بايوتيك بتركيز عالي قوي جوه اللاين طبعا ما اعملش فلاش، ما انت عملت فلاش بصلاين انت زنقت خلاص. ما في الادويه عملوا كده. تمام؟ يبقى انت لازم تسيب الانتي بايوتيك بالتركيز عالي جوه اللاين، ساعتها هيقدر يقتل الايه؟ البكتيريا اللي قاعده جوه الجلد. ماشي؟ يبقى اذا دي اسمها ايه؟ لاين لوك. ايه الحاجات اللي انا ممكن اعمل فيها لوك؟ الجراب بوستيف زي كوكليز نيجاتيف هعملها فانكومايسن. ماشي؟ يبقى اذا لو واحد عنده فيرماكاس انفكتد كوكليز نيجاتيف هعمل ايه؟ اجيب الفانكومايسن واحقنه في اللاين. طب لو اللاين ده ما بيستعملش، يعني ايه لاين ما بيستعملش؟ زي الاسطره بتاعت الدياليسيس ما بستعملهاش غير سبت واثنين واربعه لحد ثلاثة وخميس. انت ممكن تعمل لوك للناحيتين ولما يروح الدياليسيس يبدا يشغل وبعد كده يعمل لوك. فهمنا؟ يبقى هي دي اهم حاجه. طب لو عنده جرام نيجاتيف انفكشن ممكن اعمل لوك ست سنين مثلا. ماشي؟ يبقى انا بعمل لوك على حسب ايه؟ على حسب البكتيريا اللي عامله له ايه؟ الانفكشن. ماشي؟ يبقى دي اسمها ايه؟ لاين لوك. ازاي بعمل تركيز عالي من الدواء؟ انتوا خدتوه ولا ما سمعتوش؟ ما انتوا ما حضروش ازاي؟ في حد غيرها هيجيبوه ولا طيب المهم ان انت اللاين لوك ده اهم حاجه بيعملها الصيدلي. يعني انا كان لازم انا في الاكسبرت اقول له انا عايز اعمل لوك، كلم الكلينيكال فارماسي لان هو اللي بيحسب الجرعه بتاعت اللوك وهو اللي بيحل اللوك وهو اللي ايه بيدي الممرضه علشان خاطر تحطه في اللاين. ماشي؟ السنترال لاين اللي بيبقى انفكتد تقريبا في اول ما بيركب يعني اول اسبوع ولا حاجه الانفكشن بيبقى من بره اليومن. تمام؟ فاللي بيركب وانفكشن من بره اليومن اللوك مش هيفيده باي حاجه، ان اللوك ده هدفه ايه؟ ان يعالج لو في انفكشن جوه الايه؟ اليومن بتاع المرض. ماشي؟ يبقى اذا اللاين انفكشن لو كان شورت تيرم كوجينيز نيجاتيف او لونج تيرم كوجينيز نيجاتيف او انفيروكوكس او ايه؟ جراند. لو عيان سيبتك شوك انا ببقى مضطر ان انا لازم اشيل اللاين وارميه، صح؟ ليه؟ لان انا ده سورس الانفكشن. لكن لو عيان عايز احافظ على اللاين، عيان رافض يركب لاين تاني، عيان مش معاه يركب لاين، عيان اللاين ده عامل فايبروزس فهيبقى صعب يتشال، كل الحاجات دي ببقى مضطر ايه؟
ومضطر ان انا احافظ على اللاين واعمل ماشي. يبقى ده اسمه ايه؟ كاثتر سالفج. وده اللاين انفكشن المهم في الصيدلي الرهيب ان هو يعرف ايه كاثتر سالفج. وضع الحته دي طيب. بعد التريتمنت قلنا بتاع اللاين انفكشن يبقى اكوردنج للكالتشر. طب التريتمنت اوف كانديديميا احنا قلناها المره اللي قبل اللي فاتت. عايز اعالج كانديديميا يبقى بدي انتي كانديدا ايجنت. بنبدا بالايبايلوكاندين اللي هي كاست فانجن او انيجيلا فانجن. احنا قلنا الكلام ده او مايكا فانجن. ليه احنا بنبدا بالايبايلوكاندين؟ عشان دول بروت سبيكترم انتي كانديدا. انا ضامن ان الكانديدا بتاعتي هتبقى ايه؟ هتبقى سيستم. وبعد لما اعرف السنسيتيفيتي ابدا ايه؟ اعمل دي اسكليشن طالما العيان ستيل. ماشي؟ وقلنا ان احنا ممكن ادي اسكليت على اورال فلوكونازول. ماشي؟ لو كانت الايه؟ الفلوكونازول ده سنس. البريفنشن اوف كاثيتر انفكشن في تايب اوف كاثيتر بيبقى انتي بايوتيك امبريجنيتد يعني في انتي بايوتيك على الكاثيتر فبيقلل الانسنس اوف انفكشن. وفي انتي بايوتيك لوك ده مش موصوف في الجايد لاينز الامريكاني ان هو امبريك. لكن في دواء موجود في مصر اللي هو التورلوك. سمعت عنه؟ التورلوك ده بيحقنوه في قسطره الغسيل علشان يقلل الانسنس اوف ايه؟ اوف ماشي؟ طيب وممكن ان انا احمي العيان بالكلور اكسيدين علشان اقلل البكتيريا اللي عايشه على جلده اللي هي هتروح بعد كده وتعمل ايه؟ هتروح بعد كده وتعمل انفكشن. طيب نسيبنا من حكايه اللاين حكايه ندخل على حكايه النمو. الريكومنديشنز بتاع علاج النمونيا انا حاطط لك هنا تيم دي الكرايتيريا جديده في كوميونتي اكوار نمونيا جايد لاينز لسه نازله الشهر اللي فات. الريكومنديشنز ممكن تبدا وتقراها هتعلمنا. لكن انا عايز النهارده اتكلم على حاجه هنا دي الاسسمنت اوف سيفيريتي بس بقى الميجر وماينور كرايتيريا مين عيان يدخل الرعايه ومين يتعالج في المستشفى عادي او مين يروح. مش هي دي قصتي هنردها. والريكومنديشن الاتش كابتن شير هنطها. انا عايز الدايجنوزز اوف باب ازاي بتشخص باب ازاي ان انا الاقي العيان على فنتليتور وابص على الشيست اكس راي الاقي فيه انفكشن. يبقى لو انت العيان عندك لقيت السكريشن زياده او انكريز اوكسجين ريكوايرمنت يبقى لازم مفيش انفكشن اسمه باب انفكشن اسوشيتد تراكيالتس وعاده ده ما بياخدش انتي بايوتكس. لكن طبيعي ان تلاقي الدكاتره كلهم العيان يسخن في الرعايه يمر ايه ده شيست اكس راي فيها شويه فلود يقول لك اه دي باب ودي انتي بايوتيك. ليه؟ لان هو مش عارف يدور على حاجه ثانيه فبيستسهل وبيشخص. فدي احد الاسباب ان الباب بيتشخص اكتر من الليزر لان هو مش عارف يشخص. تمام؟ طيب احنا هنشخصها ازاي؟ في طرق وازاي يسحب السامبل مش دي قصتنا لكن انا جاي لدي. ايه الانتي بايوتيك ريكومنديشنز اللي هتقولها للدكتور بتاعك في علاج الباب؟ صح صح. وعشان نركز احنا قلنا ان الفنتليتور اسوشيتد نمونيا او الهوسبيتال اكواير نمونيا بيجي لك انفكشن من البكتيريا بتاعتك اللي هي عامله كولونيزيشن الايروي. وبما ان انت جوه المستشفى فانت هيجي لك انفكشن من البكتيريا اللي ايه؟ اللي جوه المستشفى. طب المستشفى بتاعتنا فيها ايه؟ فيها ام ار اس اي وفيها ريزيستنت جرام نيجاتيف. ماشي؟ سواء الكليبيريلا اللي مطلعها عيني دي او الزودومونس. تمام؟ طيب انت لما هتيجي تدي ريكومنديشن للدكتور بتاعك الجايد لاينز بتقول ايه؟ بتقول ان انت لو عندك الام ار اس اي اكثر من 10 ل 20% من الاستاف اوريوس ايسوليت يبقى انت لازم تدي ام ار اس اي كفرج. سؤال كام في الميه من المستشفيات اللي موجوده في مصر بتطلع انتي بايوجرام واحصائيات؟ اقل من 1%. يبقى بما ايه؟ لو مكتوب ايه؟ لو انت في مستشفى مش عندك احصائيه يبقى لازم تعمل كفرج يا مارس. واضح؟ يبقى لو انت مش عارف اعمل كفرج. طب لو عارف والنسبه اكتر من 20% من الام ار اس اي ايسوليت يعني ايه؟ يعني لو انت بيجي لك في الرعايه 100 انفكشن بستاف اوريس منهم 80 ام ار اس اي و20 ام اس اس اي للسيلت سيستم. لا يبقى دي كتير قوي ام ار اس اي يبقى انا لازم اعمل اوتوماتيك كفرج. طب لو معظم الانفكشن معظمه كان ام اس اس اي يعني اكتر من 90% لا يبقى انا مش لازم اعمل كفرج لانها حاجه اقل. واضح؟ يبقى اذا لو انا جت ام ار اس اي اكتر من 20%
يبقى انا لازم اعمل كفر. او لو انا مش عارف الدي طب الاحصائيه بتاعت مصر بقى الجنرال انا ما اعرفش كل مستشفى كام لكن اعرف بتاعت مصر 78% نرس يبقى اوتوماتيك الريكومنديشن ايه ان انت لازم ايه تكفر ام ار اس اي فور باك. الام ار اس اي انتي بايوتكس ايه الانتي بايوتكس اللي بتشتغل على ام ار اس اي؟ فانكومايسين والينيزل. يبقى اذا هتدي فانكومايسين او هتدي لينيزل للايه؟ للفان. يبقى ده اول حاجه للجرام بوست. طب الجرام نيجاتيف كفرنج هم برضو راحوا حاطين ريكومنديشن. وي سجست بريسكرايبنج تو انتي زودومونال انتي بايوتكس لو انت عندك الريزيستنت الجرام نيجاتيف عالي. طب الريزيستنت جرام نيجاتيف دي موجوده في مصر كتير؟ هيقول لك او اكتر من 10%. يا باشا انا ما بشوف ده 100% اللي انا بشوفه. فيبقى اذا بيقول لك حط اثنين انتي زودومونال. وليه احنا اتفقنا احنا ليه بنقول انتي زودومونال؟ لان احنا قلنا ان زودومونال دي بكتيريا اللي عندها مالتيبل ريزيستنت ميكانيزم فلازم نحطها في بالك. يبقى حط تو انتي زودومونال انتي بايوتيك فروم ديفرنت كلاسز. يعني ما ينفعش تقوم جاي حاطط لي ايه؟ سيبيبين وسيبتازيبين. دول زي بعض. دي الغباوه اللي ساعات الدكاتره بتعملها. يبقى اذا ايه؟ لازم تحط اثنين ديفرنت كلاسز. يبقى تحط مثلا ميروبينا او ايفيبينا وتحط معاه ايه؟ ليفوفلوكسسين. يبقى كوينولون بي انتي جرام نيجاتيف والاكل الموس وفي ميروبينا بيبقى ده في 3000 بي. ليه بيقول لك من تو ديفرنت كلاسز؟ لان انت لو حطيت من نفس الكلاس فالميكانيزم اوف اكشن واحده ويبقى الميكانيزم اوف ريزيستنس واحده. هيبقى ريزيستنت ده وريزيستنت ده يبقى انت ما بتفهمش. فانت بتختار ايه؟ اثنين بحيث يبقى ضامن ان انت غطيت واضح؟ اذا هل جالك عيان باك فنتليتور اسوشيتد نمونيا هتكفر باثنين انتي نمونيا وتكفر بام ار اس اي. ده الريكومنديشن اللي احنا بنستقيها من الجايد لاين. يعني الجايد لاينز خلي بالك في امريكا مش كاتب كده. بيقول لك لو النسبه كذا ولو النسبه كذا. لكن كانت ايه؟ لو مش عندك احصائيه انتي كفر. فاحنا مش عندنا يبقى انتي كفر. ماشي؟ طيب ركز على الحته دي بقى. In patients with suspected VAP, we suggest avoiding aminoglycoside if alternative agent with adequate gram negative activity or available. يعني ايه؟ يعني بيقول لك لو انت عندك VAP والكالتشر طلعت لك دراميسن، دراميسن من فضلك ما تديهوش. الله شوف ايه ده؟ يعني قصدك ايه؟ اصل الامينوجلايكوسايد البنتريشن بتاعها اللونج ديش وحش. فعلشان دي صحيح ما انت عارفه بس ده التطبيق بما ان هي البنتريشن اللنج دي وحش فمن فضلك لو انت طالع لك سنسيتيف ما تستعملوش. يعني لو هو طالع لك سنسيتيف للامينو جلايكوسايد والميروبينا استعمل الميروبينا ما تستعملش الامينو جلايكوسايد. ماشي؟ وكلام ايه؟ ان بيتر من سسبكت باب وي سجست افويدنج كوليستين اف ذير از ان اولترنت. نفس الحكايه. يبقى ما فيش حد عنده باب ويطلع سنسيتيف للجرامايسين اروح مستشفى يقول لك لقيناه سنسيتيف للجرامايسين اداله جرامايسين. يا سلام يا حبيبي. او كان اداله كوليسترول اديته دواء مش بيوصل للضغط انت كده ضيعت العيان موتت. ما تهديش الدواء اللي مش بيروح للضغط. طب انا لو ما عنديش غير الدواء ده بقى السنسيتيف هو الوحيد اعمل ايه؟ بص بقى جرام نيجاتيف اصلا اونلي تو امينو جلايكوسايد اوبن ميكسد وي سجست بوث انهيلد اند سيستم. يبقى لو انت هتدي حاجه منهم لان مفيش غيره يبقى هتدي معاه ايه؟ انهيلد كوليسترول او انهيلد امينو جلايكوسايد. واضح؟ يبقى لقيت العيان عنده فات ومش طالع سنسيف غير للكوليسترول يبقى هتدي كوليسترول اي بي وهتدي كوليسترول ايه؟ واضح؟ طب لو هو نعم هو نفس اللي بناخد الفاير والمنتين. ماشي؟ طيب. طب لو واحد عنده جرام نيجاتيف باب يعني ايه؟ جرام نيجاتيف باب يعني معناها باب بس بي اس بي ال مش حاجه ريزيستنت سي ار اي ولا حاجه ومش بيتحسن على البرنامج ممكن ان انا ازود له ايه؟ يبقى اذا ايه الانديكيشن في الجايد لاينز بتاعت الباب؟ فور انهيلد انتي بايوتكس. واحد لو انا مدي امينو جلايكوسايد او كوليسترول اي بي وده بس ريسبتيف فبدي ايه؟ فورسينج. تمام؟ اثنين لو عيان جرام نيجاتيف ومش راضي ايه؟ ومش راضي يتحسن. او ثلاثه لو في اسيدو بكتر وسنسيف للكوليسترول. ما احنا عارفين هياخد كوليسترول انهيلد واي. يبقى لو هستعمل كوليسترول اي بي احط معاه ايه؟ انهيلد. لو هستعمل ميروبينا ومش عيان مش بيتحسن بالرغم ان هو سنسيف
يبقى احط معاه ايه؟ ماشي الكلام؟ واضحه الحكايه دي؟ لا لا انهيلز ممكن امايلو جلايكوسايد او انهيل او انهيل كوليسترول ماشي؟ طيب الكوليستريديم ديفيسيل اللي هو السبب الثاني اتفضل اسمع لا دي في هريشه كوليسترول او ماينو جلايكوسايد طيب الكوليستريديم ديفيسيل احنا اتفقنا انها مش هنشوفها في مصر كتير لكن امتى تفكر فيها عيان جاله ضياريه او جاله ايليس او جاله اكيوت ديستنشن ساعتها بنعالجها بالفلاجيل او باورال فانكومايسين هو نفس الفانكومايسين اللي احنا بنعمله اي بي بنديه اورال تمام طيب مش هدخل في التفاصيل بتاعها عشان احنا قلنا بتحصل قليل المعلومات اوف كومبليكيتد انتر ابدومينال انفكشن احنا قلناه المره اللي فاتت صح اتكلمنا على الاندوسكوبيك ترايل قلنا الكلام ده المره اللي فاتت لما قلنا ان احنا العيانين بتوع اللي جالهم ابدومينال انفكشن بعد لو حصل سورس كنترول ياخد انتي بايوتكس لمده كام يوم فعملوا استدي كان في ناس بيدوا 10 ايام فعملوا راندمايز كنترول ترايل فقارنوا بين الناس اللي هياخدوا 4 بلس او ماينس 1 دي يعني الناس هياخدوا 5 ايام تقريبا فيرسس الناس اللي بياخدوا كرونوم لقوا ان ما حصلش اي ديفرنس فعشان كده قالوا ان لو واحد عنده ابدومينال انفكشن يعني زي ده فرقعت مراره وفرقعت طيب بارتيكولر وفرقع هنديهم انتي بايوتكس 5 ايام بس هتكون كفايه ماشي يبقى اذا هيجي يسالك الدكتور ادي انتي بايوتكس لمده كام يوم؟ هتقول له هل انت عملت اديكوت سورس كنترول؟ هيقول لك اه يبقى هم 5 ايام يبقى ده الانترا ابدومينال ماشي بس ما يكونش العيان اميون كومبرومايز الاستاذ دي مش معموله للايه؟ الاميون كومبرومايز معموله للاميون كومبرومايز جوتي احنا عارفينها اللي هي ايه؟ اللي هي كاتيتر اسوشيتد يو تي ار يعني ان العيان يجي له انفكشن بسبب الاصفر واهم حاجه انت هتقولها ايه؟ وتفضلك ما تركبش الاصفر. طب لو الكاونتي دي سببها كانديدا يعني انت سحبت كاتشر ولقيت كانديدا عاده العلاج بتاع كانديدا من الاصفر ان انت مجرد تشيل الاصفر وتغيرها خلص الموضوع. انديكيشن ان انا اعالج كانديدا في البول فيري 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 لو يعني حاجات بسيطه قوي اللي عليك معظم العيان اللي بيطلعوا كانديدا في البول مجرد تشيل الاصفر وتغيرها انما الكاونت الحقيقيه اللي بتجيلك عيان بوست كلتشر وسخ ونور وعنده مشكله ده هنعالجها بالايه؟ اكوردنج تو ذا كلتشر لكن مين بنبدا جراب نيجاتيف الاول عشان معظم الكاونت سببها جراب نيجاتيف لكن اهم حاجه للكاونت اقولها لك ايه؟ من فضلك ما تركبش اصلا وقول لهم هل القسطره دي ليها لازمه؟ لان لو القسطره مالهاش لازمه يبقى الاحسن ايه؟ لا ماشي؟ اتفقنا؟ طيب كله يفوق بقى عشان نمشي بالدور ماشي دورة احنا هنبدا بيه انا قاعد في الرعايه ده حالات انا حاطط حوالي 70 حاله وانا عايزكم تصحصحوا كده عشان تحط كل واحد فوق انا قاعد في الرعايه وجالي عيان فيفر جالي عيان فيفر جوه الرعايه دي حالات حقيقيه كل انا جايب لك انا جايب لك مزارع من عيانين من مصر كلها حالات حقيقيه انا قاعد في الرعايه ولقيت عيان العيان بتاعي سخن وبعدين قلنا دي ايه التشخيص بتاعنا كاوتي كاستر اسوشيتد يو تي ار بعتنا كالتشر طلعت لنا الكالتشر دي ممكن تقولي لي هتختاري تدي ايه شايفاها واضحه طب قربي كل واحد يستعد كده يا جماعه الاورجانيزم بتاعنا ايه؟ واكتر من 10 سوبر 5 يعني دي ترو ايكولاي سنسيتيف لايه؟ اوجمنتين وسفبيم وسالبرازون وسيفوتاكسيم ماشي هي جرام نيجاتيف خلاص انت عرفت مش امبيريك ده احنا عرفنا الاورجانيزم خلاص الاورجانيزم ايكولاي تختار ايه انهي حاجه من الحاجات دي؟ احنا لما نيجي نختار انتي بايوتيك بنختار ايه؟ يكون سنسيف ويكون ايه؟ لو سايد افكتس وبيوصل للتيشو واهم حاجه يكون السبيكترم بتاعه ايه؟ نارو نارو ليه؟ لان انا معايا كلتشر طب مين اللي ناروست من دول ممكن تديه؟ تدي سيفيفين فور جنريشن سيفالاسكورن ولا سيفو برازون سالباكتر ثيرد جنريشن كومباينيشن ولا اوجمنتن
ولا سيفوتاكسين ولا سيفتازيدين ستور جنريشن ولا سيبترين ولا جراميسين ولا تازوسين. يبقى انا ممكن ادي سيبترين لو هو يو في اي بس ماشي، لو معاه بكتيريا لو ممكن ادي اوجمنتد ماشي مش فارقه. انا هدفي ان انت تعرف ان ايه ان ممكن ده او ممكن ده. على لو انا عايز سيفر ادي اوجمنتد، تمام. سيبترين ممكن برضو ايه ادي ماشي. لو معاه بكتيريا يبقى انا احب ايجنت يبقى ايه اي في، ممكن اخد ايه اي ايجنت من الحاجات اللي طيب اي بي. ممكن اخد سيفتازيديم او سيفوتاكسيم، اخد سيرجري مش هاخد فورس. ليه مش عايز فورس؟ انا مش عايز اعلى. اعلى ليه؟ ودي ليه انتي فودومونات؟ ليه؟ لان انت كل ما تاخد واحد اعلى بيعمل سيلكشن لريزيستنت اورجانيزم. فانا طالما معايا كلتشر خلاص ايه اديه. يعني بسالك ايه؟ في عندي حاله ليك. يلا قربي كده عشان خاطر ايه؟ العيانه دي عيانه زرعه كبد. ماشي بص كده، عيانه زرعة كبد و جالها الكالتشر دي في البلاد. انا عشان انتوا تسمعوا دي كليبسيلا وسنسيف للاميكيسن والجنتامايسن والبوليميكزين بي وريزيستنت لكل حاجه. احنا متفقين بوليميكزين بي وبوليميكزين اي. بوليميكزين بي ده اللي هو ال معرفش اسمه في السوق ايه، هو اسمه بوليميكزين بي. بوليميكزين اي اللي هو الكوليسترول، تمام. بوليميكزين بي مش برو دراج، انما بوليميكزين اي اللي هو الكوليسترول برو دراج، فبيحتاج يبقى اكتيفيتد في الجسم وبيحتاج ايجنت تاني معاه عشان مش هيشتغل على طول. والبوليميكزين بي مش بيروح البن بي، يبقى بوليميكزين بي ما ينفعش لليو تي اي. ماشي تمام. بوليميكزين بي ليس توكس لكن مش متوفر في كل الاماكن، بيستعملوه تقريبا ابوليش الاطفال. ماشي، عيانه ليفر ترانسبلانت وجالها كليبزيلا مش سنسيف غير بس للاميكيسن والبوليميكزين بي والجنتامايسن، تصرفي ازاي؟ طلعوا على السنسيف اللي من الثلاثه دول بس. طيب هو انت اللي هتدي ريكومنديشن ف يعني هو انا بفكر في ايه؟ بفكر في ليفر. ماشي هو مشكله هو في واحد من دول مش ليفر توكسيك؟ لا يعني غسلت كده فعلا. ما تقدرش تجيبها. البولي ميكس مشكلته انه اكسبنسيف ومن ناحيه ثانيه مش متوفر في كل الاماكن. ماشي. غير انه برو دراج كمان. تمام. وهي قلنا انها ليفر ترانسبلانت لسه اميون كومبرومايز. ايوه. ماشي. طيب تصرف نعمل ايه؟ لسه ما تاكدناش الليفر دلوقتي فانكشنينج ولا لا؟ هو الليفر بطل يفانكشن. علشان خاطر هو انا مش عارف من الانفكشن ولا من ريجكشن. انا دلوقتي فيس بالبروبلم دي بعيد عن مشكله الليفر دي مش تخصصي. طيب انا كده مش يعني انا كده هرجح الاميكيسين او الجنتامايسين. ماشي احنا اتفقنا التريتمنت بتاع الريزيستنت جرام نيجاتيفز تختار سنجل ايجنت ولا اكتر؟ يا اما اثنين يا ثلاثه يا اربعه صح؟ يبقى لو انت عايزه تختاري اختار ايه في العينه دي؟ اميكيسن وكوليسترول صح؟ نيفروتوكسيك اه. هي المورتاليتي بتاعت البكتيريا دي كام؟ اكتر من 50%، فانت هتموت بنسبه 50%. فلو هتعيش وتغسل الكلى ماشي. لو ما حصلش ده بسبب الرينال انفيرمنت هيحصل ده بسبب البكتيريا بالظبط. ولا والرينال فيلير ما بيموتش يعني هتغسل. وبعد كده بما انها زرعه كبد، على فكره الغسيل في العيانين الزرع عندنا ما بناخدوش قرار صعب زي عيانين التانيين. ليه؟ يعني انت زي ما خدت كلمه وماشي على اميون سبريشن اديك كليه سهله. فاهمه النقطه؟ يعني انت كده كده ماشي على اميون سبريشن فما زودت يعني مش قصه. فاهماني؟ فده بالنسبه لنا بيبقى قرار مش صعب قوي. فهمنا الحكايه دي؟ فيبقى اذا ايه؟ هيفقد هيغسل كليه؟ اه. يبقى لما يجي لك حد تديله حاجه نيفروتوكسيك كده وهتؤدي الى ان هو فشل كلوي، تروح لازم تتكلم مع الاهل. احنا بندي دواء احتمال يبقى فشل كلوي وكذا كذا كذا كذا. ماشي. قال انا مش عايز ادي الدواء خالص على راحتي، بس لازم تقول لهم انه احتمال يعمل ايه؟ فشل كلوي. تمام؟ والفشل الكلوي ده اقل اهتماماتي لان المورتاليتي ايه؟ عاليه جدا. ماشي؟ لا احنا قلنا ان المانجمنت بتاع المالتي دراج ريزيستنت جرام نيجاتيف دايما بيبقى دبل او تريبل او كوادربل. لما عملوا الاستادي اللي هي المارينو قلنا الكلام ده ان لقوا ان في انكريس مورتاليتي عند البيدو سنجل ايجنت. يبقى لازم يبقى في كوليسترول باك بون
ومعاه حاجه تانية او حاجه ثالثه او حاجه رابعه ماشي. نعم لو البوليميكسين بي موجود يبقى ممكن افضله فعلا طالما الانفكشن مش في اليور. طيب يلا انت بقى بما ان انت قمتي تسالي قومي بقى. طب انت قاعده انا اقراها لك انا هقربها. العيان ده عنده ووند انفكشن بزودوموناس ايروجينوزا حلو وطلع ريزيستنت للسيفوكسيتين والميروبينم والتوبراميسين والسيفتازيدين والاميكيسين والسيبرو والسيفيبيم والجنتامايسين والليبوفلوكساسين. يولع في العيان يعني لا هو ده الشغل ما انا جايب لك الحاجات ما هو ده الشغل وانا جاي انا جايب لكم الكالتشر اللي بتشوفوها في ليها سنسيتيف وكل حاجه هو ده الشغل. امال انتوا بتشتغلوا ايه؟ طبعا وريزيستنت للميروبينم وريزيستنت للامينوجلايكوسايد ده العينين بجد. ماشي جميل ما احنا النهارده او انا عارف ان انت ده اللي بتشوفيه عشان كده عشان كده النهارده جايين نحل الازمه. يلا يا باشا. نعم ايه الانتي بايوتيك اللي بيقتل زودوموناس هو ناقص مش موجود هنا؟ بيرنا موجود البراسيل انت سوبكتم اكيد هيبقى ريزيستنت ده كاربابينيميس عند الميروفيرن. ايه الدواء اللي ناقص تعمله مش هو؟ ها؟ مش موجود في الكالتشر يعني ما عملوش. سيتيبين موجود نيجاتيف سيستم. ها؟ لا صح هي دي الاجابه الكوليسترول مش موجود. ليه؟ لان مش كل المعامل تعرف تعمله. يبقى التيتشنج بوينت من الكالتشر دي ايه؟ ان هم مش عاملين سنسيفيتي للكوليسترول. فانت لما هتيجي تبص طب هل اعمل مش عاملين سنسيفيتي للتايجوسايتل؟ ما انا عارف ان التايجوسايتل اصلا ايه؟ ريزيستنت للزودوموناس ما بيشتغلش على الزودوموناس. تمام؟ يبقى هنا ايه زودوموناس ومفيش ايه؟ ومفيش كوليسترول. فدي غلطه في المعنى. ماشي؟ انت تطلب سنسيفيتي للكوليسترول. ليه بقول لك تطلب سنسيفيتي للكوليسترول؟ لان يعني انت لو جه العيان جاله لينا الفيجر حصلت مره انا متوقع انها احتمال 99.9% الكوليسترول ريزيستنت دي فيري ريل. لكن لو العيان جاله لينا الفيجر هيجالي مره زوج احد العينات يا دكتور انت فيها كوليسترول ليه؟ ده مش مكتوب في المصارعه. وانا كنت قلت للدكاتره اللي شغالين معايا خلي بالك اللي انتوا بتعملوه ده غلط. قالوا لي ما تقلقش ما فيش حد هيقول كده لغايه لما حصل كده شفتوا مش انا قلت لكم لان انت ما ينفعش تدي انتي بوتي بتعمل لينا الفيلير ومش موجود في المزرعه. دي ليجال ريسبونسبيلتي صح؟ ما ينفعش لا اي حاجه تنفع بس بيها طريقه تقول للمعمل اعمل لي سيستمتي وتقول للاهل احنا بنعمل كذا خلاص لو انت قلت له يبقى الحياه انتهت. فانا بعلمك ليه؟ عشان معظم الصياده اللي في الفرنسا بيعملوا جاي تاكل كوليسترول وهو مش مكتوب في المزرعه. طب يا ابني اذا حصل ان عيال فينا فيا وجي رفع عليك قضيه حط نفسك مكان القاضي. هيقول المحامي يا دكتور ده كتب يا سياده القاضي ده كتب دواء جاب له فشل كلوي وهو مش موجود في المزرعه. طب انت اقول له برضه اقول له القاضي ايه؟ اصل انا متوقع انه اكيد يبقى ده ما طلبتش عشان تسكت. ما هو العيال جاله فشل كلوي ومات مين الغلطان؟ صح؟ فما توقعش نفسك في حاجه زي كده. يفضل ان اي انتي بايوتيك هتديه يكون مكتوب في المزرعه ماشي. فانت عاملها ازاي؟ هتكلم المعمل تقول له من فضلك حط لي الديسك بتاع الكوليسترول عشان اتاكد ان هو وتكتبها لي في المزرعه ان هو سيز. لو انت طلبت 24 ساعه طيب اي انتي بايوتيك سيستم تمام. انت ابدا الدواء انت بقى هتعمل ايه؟ هتدي كوليسترول صح؟ بس احنا قلنا بالبكتيريا الريزيستنت دي عاده مش بنعالج بدبل فهتدي باثنين او ثلاث مضادات حيويه. فهتلاقي ان الجايد لاينز بتاع التريتمنت بتاع البان دراج ريزيستنت حتى الريزيستنت للكوليسترول تدي مثلا ايه؟ كوليسترول ميروبينم امايل نوجلايكوسايد اميكيس. انت بتدي ثلاث ادويه. الدواء التاني ده مطلع لي ايوه هو مطلع لك ريزيستنت لكن انت بتدي ثلاث ادويه مع بعض. هي فكره ان هو ريزيستنت يعني ايه؟ يعني مش قادر لكن مش ملوش افكت خالص. تمام؟ فبتضطر تعمل كذا دبل او تريبل ايجنت. يبقى دي المانجمنت بتاع ايه؟ تعليق البان ريزيستنت.
ماشي. لكن احنا عاده معظم البكتيريا بتاكل اساسا بالكوليسترول، فبنحط الكوليسترول ومعاه حاجه ثانيه مش سيت. يعني لو طلع كوليسترول وامينو جلايكوسايد يبقى كوليسترول وامينو جلايكوسايد، لو هي طلع كوليسترول وميروبينام يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ لو طلع كوليسترول وميروبينام يبقى ايه؟ استعمل ايه؟ ميروبينام بس خلاص. يبقى انا يبقى البكتيريا الاساس من الميروبينام بستعمل الميروبينام بس ماشي. يبقى اذا حكايه ان الكوليسترول باك بون معاه اثنين واحد ثاني او اثنين ثانيين او ثلاثه ثانيين دي بس في الكاربوفيلم ريزيستنت انتيروباكتيريا. لكن لو عندك بكتيريا سنتر الميروبينام استعمله طبعا ماشي. طيب يلا يلا ده عيان عنده فاب انتليتور اسوشيتد نمونيا، الكالتشر طلعت كليبزيلا نموني سنسيف 2 سيبتازيدين وبراسيل انتازوباتا وليبوفلوكساسين وتوبراميس وريزيستنت لاوجمنتين وسيبترازون وارتابينام واميبينام وتايجسايكلين وترايمزوبريم سالت كليبزيلا نموني. Is it common ان كليبزيلا نموني يبقى سنسيف للتازوسيت وريزيستنت لميروبينام؟ هل ده منطقي؟ يبقى الكالتشر دي غلط. ولما الكالتشر غلط تقول لي المعنى المفضل عندي. ليه؟ عشان انت ما تتحملش مسؤوليه حاجه ايه؟ يبقى دي يا اما عاملين ميس ايدنتيفيكيشن للاورجانيزم يا اما السنسيتي دي مش مظبوط. وانا هوريك كمان شويه كالتشرز حاطين طيب سايكلين سنسيف للزجوم. غلط؟ واكبر مستشفيات. فمفضل خلي بالك من ايه؟ من الحاجات دي. ان هل الكالتشر ممكن تبقى غلط؟ طبعا ممكن. وارد وارد. طيب زودوموناس ايروجينوزا في البلاد كالتشر بتاع عيان زرع كبد عشان تمشي يلا مناعي. طب يلا اخر حاجه في التحليل رخم عليك يلا. زودوموناس في الدم سنسيف للميروبين تعديها ازاي؟ بس ميروبين بس بس شوف الحكايه بسيطه. بس العيان ده لو في الرعايه ومركب سنترال لاين تمام. لا لا ثاني بس احنا بنعمل جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف لغايه لما المزرعه تطلع. اول ما المزرعه طلعت خلاص شيل الجرام بوزيتيف كفر. بس السؤال اللاين ده اللي فيه زودوموناس ده لو الترنال لاين فيه زودوموناس ينفع احافظ عليه؟ لو شورت ترم سنترال لاين يبقى لازم ايه؟ سنترال لاين تشيك. يبقى اذا احنا بنبص على ابعد من انتي بابل. انت لو واحد جالك عنده بلاد كالتشر بوزيتيف لازم اقول ايه؟ اعرف السورس اللي جات منه البلاد كالتشر. يعني جايه منين جايه منين الانفكشن ده؟ عشان لو عالجته اعالج العيان، انا مش بعالج تحديدا انا بعالج عيان. يبقى لو انا شخصت ان هو جاي من يو تي اي يبقى انا لازم اعالج اليو تي اي اشيل القسطره او لو في حصوه اشيلها. طب لو جاي من نمونيا يبقى انا هعالج النمونيا، طب لو جاي من سنترال لاين انفكتد يبقى ايه؟ يبقى انا هشيل السنترال لاين. يبقى انا لازم ادور على ايه؟ على السورس وادي الابروبريت انتي بادي. ماشي؟ طيب. الميروبينم بس هي ماشي. اللي عنده الماجستير ممكن يتوكل على الله. ايه السورسز؟ اي حاجه ممكن يبقى من السنترال لاين، ممكن يبقى من اسطار البول، ممكن يبقى من انفكشن من دياليسيس من اسطار الدياليسيس كذا حاجه. يعني مش قصتنا احنا دلوقتي. لا طب اساسا ميروبينم يبقى ميروبينم هيبقى ماشي. طيب عندنا ده عيان عنده فاب، عيان عنده فاب بنتليتور اسوشيتد نموني. انت لما اول ما جينا شخصنا فاب بدانا له بنيزوليت و العيان عنده فاب بدانا له بنيزوليت و وميروبينا زي البروتوكول مثلا. بعد كده طلعت لك الكالتشر اي كولاي ده هي سنسيف تو سيبرو وسيبتازيدين وارتابينام واوجمنتين وبراسيل انتازوباتا موسكوكسيتين وتوبراميسين وميروبينا وليفوفلوكسيسين وانترميديت تايجسايكلين وريزيستنت لي ترايمزوبريم سولت. تعمل ايه؟ هتعمل شيفت. هو ماشي على النيزلت تافانيك ميروبينا. قول لي هتختار انهي من دول علشان تديهولي؟ ها؟ نعم؟
طيب أني أحسن أكمل على تمانيك ولا أنت أوجمنتد؟ لو يعني لما بعمل دي طيب اللي نيزل اللي هكمل عليه؟ لا أيوة ماشي التمانيك والميروبينا هكمل على أني فوق أدي أوجمنتد ولا أدي ليفو فلوكسسين؟ مين فيهم سيفر؟ مين فيهم أرخص؟ يبقى أدي أوجمنتد صح؟ تمام؟ يبقى سيفر وأرخص. مين فيهم الإنسنس بتاع كوليستيريديم ديفيسيل معاه أعلى؟ الكوينولونز ولا الأوجمنتد؟ كوينولونز. يبقى إذن علشان كده هختار إيه؟ أدي أوجمنتد. ماشي؟ اتفقنا؟ يبقى شوف يبقى أنا بفكر إزاي؟ دواء أرخص، سيفر، ناروس سبيكترا، أقل في السايد إفكتس. يبقى بناء عليه عملت دي إسكاليشن. ماشي؟ وقف الإيه؟ نعم لو الاوجمنتد هنا ريزيستنت اختار ايه كوينولون ولا امينوجلايكوسايد ولا بيبراسيلين تازوباكتام ولا سيفترايبزون اختار سيفترايبزون ماشي فانا يبقى اذا انا بمشي ليفل ليفل كل ما تبقى برودر كل ما يعمل لك دامج ايه اكتر طيب يلا يا انت وبعدين هو اللي بعد ما تيجي يلا العيان ده في الرعايه وجاله فيبر وبعد كده شخصت ان هو سنترال لاين انفكشن انا كنت بديله الاول ميروبينا مع فانكومايسن وبعد كده الكالتشر بتاع سنترال لاين تيب طلعت كليبسيلا سنسيف تو دايجيسايكلين انترميديت تو ليفوفلوكسسين وريزيستنت لكل الباقي ميروبينا وسيفترايتون ونايتروفراتون مش عارف ايه قول لي صرف اول حاجه الكليبسيلا دي سي ار اي يعني كاربابينم ريزيستنت كاربابينم ريزيستنت ولا لا حلو يبقى علاجها بيبقى ايه دبل او تريبل او كوادريبل الباك بون بتاعه ايه طيب هل التايكوسايكلين لوحده ينفع كمضاد حيوي حلو ليه الله عليك ايه ده ناس جامد قوي اتعلمت طب يبقى البلاد كونسنتريشن بتاعه قليل فما ينفعش عندي دي بكتيريا صح ابدا طب لو هو ما فيش قدامي غيره يبقى استعمله بايه تمام يبقى هي دي قد ما هي دوس لايك سايكل يبقى العيان ده ياخد ايه كوليسترول طيب ماشي اتفقنا اللي بعد ممكن جاي ياخد كوليسترول مع ليبوفلوكسسين الانترميديت او لو هتدي تريبل يبقى كوليسترول طيب ليه ماشي طيب دي ايه؟ يلا باشا ده عيان زرع كب والبوند بتاعه منسف صديد ومحمر وملتهب فاخدنا تيشو كاتشر طلعت البكتيريا دي دي كليبسيلا سنسيف تو ارتابينام وميروبينام وتايجيسايكلين واميكيسين وجنتامايسين ونيتروفرانتوين وانترميديات لتازوسين وريزيستنت لسيفترانزون وسلفا وليبوفلوكسسين ومش عارف سيفتاسيدين وفيندمايسين وسيبرو هي سنسيف معنى انها سنسيف ارتابينام وميروبينام وتايجيسايكلين وامينوجلايكوسايد يبقى دي ايه؟ اسمها ايه؟ كليبسيلا ايوه ماشي وريزيستنت اللي بعد كده للثيرد جنريشن سيفروسبورون وللبروسيتا تبعت دي بقى دي اسمها ايه؟ احنا كبرنا على انت تقول لي الكربوناتشن دي كليبسيلا ايه؟ ايوه كده يبقى دي اس بي ال كليبسيلا تعالجها بايه؟ احسن حاجه دي اس بي ال ميروبينا صح؟ طب العيان عايز يروق البيت ياخد ميروبينا كل 8 ساعات ولا في دواء تاني ممكن ياخده؟ ياخد ميروبينا كل 14 ساعه خلاص؟ اتفقنا؟ الكلام ده هيجي بالتدريب انتوا وراكوا حاجه دلوقتي ولا المحاضره اللي بعدين؟ تقريبا احنا اللي بدانا نكمل ولا طب انا معاك ماشي طيب خلاص دي براكتيكال ابلكيشن يلا اللي بعد اقرب عشان العيان ده طفل صغير صح مش دي لا دي بقى انت تدريب استنى هجيب لك واحده بص دي جامده العيان ده كان عامل عمليه في العظم
عامل عمليه ايه عظم وطلع عنده من التيشو بتاع العظم كذا اورجانيزم. لما يجي لك عيان عنده بولي مايكروبيال انفكشن يبقى انت كدكتور هتعالجه ازاي؟ ما تقوليش بروت سبيكترم احنا خلاص كلمه بروت سبيكترم دي لغايه لما الكالتشر تطلع. انا لما الكالتشر طلع يبقى انا هختار ايه؟ تارجتد انتي بودي. عندي بولي مايكروبيال يعني عندي اثنين يبقى هختار ايه؟ حاجه تكون موجوده ايه؟ في الاثنين صح؟ يبقى لو عندي اثنين او ثلاثه يبقى هدفي ان انا ادور على انتي بودي يكون سنسيف للايه؟ الاثنين او الثلاثه. طيب هنا الاورجانيزم الاولاني كريبزيلا سنسيف بس للكوليسترول وريزيستنت لكل حاجه. الاورجانيزم الثاني ايكولاي سنسيف تقريبا لكل حاجه. يبقى تختار تعالجه بايه؟ اشمعنى كوليسترول مع ليفو؟ هو ده الباكتيريا بس مش هيبقى لوحده علشان الموضوع بالظبط. انا اختار اثنين وواحد من الاثنين دول يكون بيكفر ايه؟ الثانيه اللي تحت تمام؟ انا هختار اثنين واحد منهم هيكون بيكفر الايه؟ او الاثنين بيكفر اللي تحت يبقى ايه؟ كروبات. بس انا هدور على الاصعب فيهم وهي دي اللي اركز عليها ان انا اعالجها. فالاصعب هي السي ار اي طبعا ماشي؟ ولما الاقي السي ار اي هبدا ان انا ايه؟ اعالجها بدبل انتي بايوتكس او تريبل. بخد دبل ما تحسنش هزود تريبل. في ناس اجريسف بتبدا تريبل على طول، في ناس بتبدا تريبل على طول ماشي؟ على حسب الايه؟ على حسب العيان. انا ببدا دبل او تريبل يعني مش دايما ان انا بوصل للرابع. فلما يكون عيان يعني خايف عليه كويس ممكن ابدا ثلاثه على طول، لكن معظم العيان ببدا ماشي؟ عيان نسال مين؟ اتفضل. الكوليسترول بس. ايوه بس كليبسيلا مش هعالجها بمضاد حيوي واحد، لازم اثنين او ثلاثه. عشان كده حطيت الواحد. اللي تحت دي كان سيستم لكل حاجه فهي مش فارقه طالما انكلودد في واحد من الانتي بايوتكس اللي موجوده. احنا اتفقنا ان كل الكاربابينيم ريزيستنت بكتيريا بنعالجها بدبل او تريبل. ايه اللي اسيد بكتر مع كوليسترول؟ قال لك ممكن تعالج الكوليسترول لوحدها. لكن كل الباقيين طالما كاربابينيم ريزيستنت هياخدوا دبل او تريبل. حتى لو سنسيف بالكوليسترول؟ اه حتى لو سنسيف بالكوليسترول حط معاه حاجه ثانيه. ماشي؟ يلا انت اسمك ايه؟ سلمى. يلا يا سلمى. العيان ده عنده بلاد ستريم انفكشن ب كانديدا باروكسيلوزيس. فهي دي فانجل. يبقى دي اسمها ايه؟ فانجل سنسيفيتي. شفتوها قبل كده؟ يبقى دي فانجل سنسيفيتي. فيري سنسيفيتي كده. فلوكونازول سنسيف. فوريكونازول سنسيف. كاسبوفانجين سنسيف. مايكافانجين سنسيف. امفوتيريسين سنسيف. فلوسايتوزين سنسيف. اتصرفي ازاي؟ نعم كان ده فرقش اللوم بعيان في الرعاية. فكر الفكر ازاي؟ ايه؟ اه طلع كان ده فرقش اللوم. نعم نبدا بالكاسبان. الطبيعي ان المعمل بيتصل بيه يقول لك ايه؟ انا عندي ييست في الدم. بعد ما بتعرف الييست تبدا ايه؟ يقول لك الييست ده طلع كانديدا باروكسيلوز. ماشي؟ فانا دلوقتي عارف انها كانديدا باروكسيلوز. اعمل ايه؟ اديها ماشي؟ فانا الكاسب فانجن اليوم تقريبا ب 1000 ونص تمام؟ فانت خلي بالك ان معنى ان انت هتدي كاسب فانجن يعني الاربع خمس ايام ممكن يبقى 5000 6000 جنيه. علشان كده بتعمل دي اسكابشن. ماشي؟ طيب اللي بعد لو قال لي ييست في الدم ولسه ما اعرفش السبيشيز يبقى هبدا بالايه؟ بالكاينو كاندي. واول ما اعرف ابدا ايه؟ اعمل دي اسكاليشن. ماشي؟ يلا يا دكتور.
ده ولد طفل كده كان في مستشفى بورجيش وعنده سيستيك فايبروزس وعلى الفنتليتور والكالتشر بتاعته طلعت كده. سودوموناس سيتازيدين وسيتوباردون سلفاتام وابيكيس وريزيستنت للبنين. نعمل ايه؟ لون لون دي اندوتريكال تيوب كلتشر. يلا جابوا عشان انبسط مش هيك هتقعد تسمع وخلاص انا عايز اتعلمه ماشي ايه ماشي هتختاري ممكن سيبتازيدين او هتختاري اميكيسن. طب لو العيب ما بيتحسنش هتحط ايه 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 الريزيستنت جراب تاني بس هحط معاه ايه؟ انفليشن ممكن احط معاه ايه؟ انا هاخد حاجه من السيستم وممكن والعيال يبقى احنا قلنا عيان الجرام نيجاتيف هختار حاجه من السيستم ولو مش بيتحسن هحط معاه انهيل. ده في ناس كمان كانت بتدي للنمونه الساعات اللي مش بتحسن دبل كفرج مش مجالات باتك سنسيف يعني هنا اسف تاسيدين باتك سنسيف مع اميكيسن مع الانهيل ما اديهوش لوحده لكن ممكن اديه ايه؟ مع حاجه ثانيه. فانا اولا العيان ده ما بيتحسنش ممكن اديله سيبتازيدين مع اميكيسن مع انهيل اميكيسن. ماشي الكلام؟ اتفقنا؟ لا الاول المفروض ما ابداش اثنين المفروض ابدا واحد بس لو ما بيتحسنش ممكن ازود اثنين او ازود ايه؟ انهيل. بصي ايه الطبيعي يعني الطبيعي هي دي حاجه كلينيكال مش 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 دي لكن انا هقول لك يعني ماي اكسبيرينس برضه العيان بديله الانتي بيوتيك ممكن تكون ادويه في مصر مضروبه بس العيان بديله الانتي بيوتيك اجي تاني يوم الاقيه لازم يتحسن يتحسن يعني يعني كان سخن سخونيه رائعه كان الوايت بلاد سيلز عاده مثلا كانت 17 تاني يوم الاقيها 11 او الاقيها 10 السي ار بي ينزل النص او يفقد 25% كانت 300 الاقيه بقى 150 او 200 تمام؟ العين بره بيتحسن على طول، أول ما تدي الأنتي بيوتيك يتحسن. هنا في مصر مش بيتحسن. ما أعرفش يعني التحسن بيبقى إيه؟ بطيء للأسف. طيب، أجيب لك واحدة واضحة. طيب، عيان ركز. يورين كلتشر. يورين إيه؟ كلتشر. واليورين كلتشر دي فيها انتيرو بكتر. انتيروباكتر والانتيروباكتر دي سنسيف للسكند وسيرش جنريشن سبالوسفورنس وسنسيف للميروبينا اختار انتيروباكتر سنسيف للسكند وسيرد جنريشن سيفالوسبورنس والميروبينا اختار ايه؟ ها؟ ها؟ هي الانتيروباكتر دي بكتيريا فيها حاجه مميزه؟ ها؟ مش احنا قلنا في حاجه اسمها سبايس؟ البكتيريا دي ما بتمشيش من المزرعه سبايس سيريشيا بروفيدنشيا اندور موستر بروتياس سيتروباكتر وانتيروباكتر يبقى اذا البكتيريا دي لما تشوفها ما بتمشيش من المزرعه ممكن تفتكرها لان يعني العيان ده هيجي تتسال عليه وهيموت انت لا ذنبك ذنبه يبقى اكتر البكتيريا دي مش بتمشي من المزرعه احنا قلنا ان دي لو طلع سنسيتيف للسكند او السيرج جنريشن ما ينفعش تتاخد صح؟ احنا قلنا الكلام ده يبقى ساعتها ادي ايه؟ يا اما فورس راس الفكي يا اما ادي ايه؟ كاربابين ماشي؟ الانتيروباكتر دي ايه؟ اكسبشن هي
هي وبقية الشركة. واضح؟ اتفقنا قلنا الكلام ده والله قلت. ده عيان عنده يورين كلتشر وطلع ريزيستنت لكل حاجه. يورين كلتشر وريزيستنت لكل حاجه. نعم ده كليبسيلا. كليبسيلا وريزيستنت لكل حاجه تمام. بس هنا في انتي بيوتكس ناقصه مش معموله سيستم زي الكوليسترول. يبقى تنطق بيعمل ايه؟ يعمل سيستم. الفوسفومايسين مش موجود بقى تعمل ايه؟ عاده الكليبسيلا اساسا الفوسفومايسين. فلو في اليورين الفوسفومايسين هيبقى ده رائع لان هو جرعه واحده لو سيستايتس ولو كومبليكيتد هيبقى ثلاث جرعات رقمهم ايه؟ 48 ساعه كله. ماشي. يبقى الفوسفومايسين ممتاز للايه؟ لليو تي اي خصوصا الريزستنت للكل حاجه. ماشي. مش هيحتاج كوليسترول تدي بس في اليورين وسبومايسين. ماشي. ده عيان عملنا له كلتشر من السنترال لاين في الرعايه طلعت كواجيليز نيجاتيف ستاف تمام. مركب ايه؟ مركب شورت تيرم كات. شورت تيرم كات كواجيليز نيجاتيف ستاف سيستم فانكومايسين وتتراسايكلين ولينيزريت وانترميديت نيميروبينام وارتابينام وكلينتامايسين وتايكسايكلين وريزيستنت اوكسيتيلين وسيتوكسيتين. اختاري له ايه العيان ده؟ الاول هتشيل اللاين. طب اذا انا قلت ايه ان اللاين ده انا محتاجه ده هي صح اللاين الانفكتد الافضل يتشال لكن لو انا احتاجه هل ممكن احافظ عليه؟ ليه؟ طب لو عايزه تعملي له لوك تعملي لوك بايه؟ بفانكومايسين. يبقى العيان ده هياخد فانكومايسين اي دي لعلاج الانفكشن وهياخد كمان ايه؟ فانكومايسين لوك. ماشي؟ لا انا اسف ما ينفعش ما ينفعش. انا هديكم البرزنتيشن عشان خاطر تشوف. طيب ايه دي؟ دي يورين كلتشر طالعه سنسيتيف لتايبيسايكلين ايكولاي وكليبسيلا سنسيتيف لتايبيسايكلين وريزيستنت لكل حاجه ثانيه. تعالجها ازاي يا باشا؟ مين؟ هي سنسيتيف بس للتايبيسايكل. هتديها ايه؟ هتدي تايبيسايكل بجرعه عاليه. طب وهي اصلا هنا في البول والتايبيسايكل بيروح البول يبقى هتضطر ايه؟ تديها كوليسترول تمام؟ وممكن معاها حاجه ثانيه ممكن تساعدها بس التايبيسايكل كمساعد. لكن في واحد يقول لك تلاقي كيس ريكورد يقول لك طيب سايكل كويس لكن هو الاساس ان هو ايه؟ ينفع. فهتديك كوليسترول تعمل سيستم لازم انها مكتوب. ماشي؟ ممكن تقول لك كوليسترول مع حاجه ثانيه علشان خاطر نعم؟ ليه تدي مع حاجه ثانيه؟ لان هم لقوا ان في انكريز مورتاليتي لما بيكون الكوليسترول بيبقى معاه بيعالج لوحده. فبتحتاج تديك اليو تي اي ممكن لو كانت الكوليسترول يعني كميه البكتيريا قليله ممكن نعالج الكوليسترول لوحده ممكن. لكن الافضل ان انا اعالج دايما الانفكشن بتاعه الكاروبينا كوليسترول باثنين او ثلاثه خصوصا البكتيريا بدات تبني مستوى. لكن عاده الانفكشن انا بنعالج بكذا ايه ماشي. لكن في لو يو تي اي مفيش بكتيريا كتير انفكشن الكوليسترول قليل يبقى ايه؟ لكن النمونيا مثلا لا ده بيبقى كتير قوي فلازم تحتاج ايه؟ هتنقي حاجه من السنسيتيف او اي حاجه مش ريزيستنت بس انت مضطره عليها. ميروبينا احنا ايام بندي ميروبينا واحنا اتفقنا ان انت
الميروبينا لو الـ MIC بتاعه 8 or less ممكن استعمله في علاج الكاربابينين ريزيستنت بكتيريا. يعني لو الـ MIC بتاع الميروبينا up 4 هيبتدي معمل ريزيستنت، لكن لو طلعت 8 تمام دي انا ممكن استعملها، بس استعمل الميروبينا بايه؟ بهاي دوز. انت بقى 2 جرام كل 8 وتعمل انفيوجن ايه؟ اكستنشن على 3 ساعات. ماشي، دايما الميروبينا تحاول تشغلها على 3 ساعات، دايما البيتا لاكتام تحاول تشغلها على ايه؟ على 3 ساعات. ماشي؟ ايه المانع ان انت تديه؟ اخر 4 ساعات عشان كده تديها 3 ساعات. ماشي؟ بس النقطة ايه؟ الاكسترنال انفيوجن ما بنحبش نديه بكل حاجة لأن ده اكسترا لود على التمريض. فاهم؟ وليه مش بنكتبه كل حاجه؟ يعني انت عشان الممرضه تعمل لها اكسترنال انفيوجن يبقى لازم هتحله تحطه على سيرنج بامب وتمشيها على ايه؟ على 3 ساعات. فده اكسترا لود على انها بس تبقى حاطاه في كيسه معلقاه وتسيبه ينزل. هو الانتي بايوتكس بتاعتنا كلها بتنزل للناس بتديها على سيرنج بامب؟ يعني ده روتين؟ ايه هو السؤال؟ لا لا عندك العادي ان كل الانتي بايوتيك تنزل على سيرة الشفاء؟ ما عنديش اي حاجة بتنزل على سيرة الشفاء؟ اي حاجة بتنزل على سيرة الشفاء؟ يعني انت كل الانتي بايوتيك تنزل على سيرة الشفاء؟ لو ايوه لو لكن انت كل الاوردر كل الانتي بايوتكس بتطلع انفيوجن. طيب يعني هي دي النقطه ان انت هو انهي اسهل السيرنج بامب ولا ان انت تعلق الانتي بايوتكس؟ جاوب على السؤال. انا مش ده اسهل ان انا اعلق انت اشتغلت تبعيه كده يا سيرنج بامب دي سهله ولا صعبه؟ لا انت عشان ما اشتغلتش في بعيد. انا اصل انت خلي بالك ايه؟ السيرنج بامب مشكلته ايه؟ اول حاجه انت عارفين السيرنج بامب كلكم صح؟ السيرنج بامب انت بتبقى حاطط سترنج، انت لو جيت ايه البديل؟ انت لازم عشان تفهم تقارن بالبديل. البديل ايه؟ ان انا اديتك الانتي بايوتيك في كيس صلايب مثلا 100 مللي حلو؟ او حطيته على فيرسيت وحطيته ورحت مركبه ووصله بسنتر لاين وسيب يخلص بربع ساعه لو نقطته بسرعه يخلص في نص ساعه يخلص زي كده خلاص سبت العيان. السيرنج بامب ايه؟ واخد السرنجة وحطيتها على البامب تمام؟ واخد السرنجة وحطيتها على البامب ومظبط السيتنجز دول خلصتها في ساعتين ثلاثة. هل انهي اسهل؟ انت فاكر ان الموضوع انتهى مجرد ان انت حطيتها وظبطت السرنجة، بس هي موضوع ما انتهاش. السيرنج بامب دي كل خمس دقايق بتزمر صح؟ لما في نقطة هواء يبقى مين لما تزمر ايه اللي هيحصل؟ هيجي العيان ينادي على الممرضة تعالي يجي يوم جاي عشان تقعد تظبط الايه؟ البامب. بعديها بنص ساعة تظبط. ما تشوفش السيرنج بامب على تظبط، ثانيا ده تكلفة. جهاز. فإذا ده تكلفة ووقت عن أنت مجرد تحطها في محلول وتنزل. عشان كده دي أصلاً. القصة مش قصة السيرنج بامب هي يبان إن هو سهل وتومين. بس الأوتوميشن ده قدامه أنت بس هتعلق محلول وخلاص. هي دي النقطة. علشان كده ما بتقول ما تعملوش كل حاجة. لكن لو أنت عندك سيرنج بامب استعملها على طول، حط كل الميروبينا على الانفيوجن. التازوسن احنا كنا بنشتغله على كونتينيوس انفيوجن، التازوسن بيمشي على مدار 24 ساعة. تمام؟ عشان مور ستيل، انما الميروبينا مش هتقدر تعمل معاها حركة. ماشي؟ اسمك ايه؟ ايه يلا يا عيني. بلاد كلتشر طالع فيها اسنيتو باكتر. اسنيتو باكتر كومان. وطالع ريزيستنت لكل حاجه ما عدا تايبيسايتين وبوليميكزين بي. بتصرف ازاي؟ نعم؟ ايه؟
دي بلود كلتشر. بلود كلتشر فيها اسيديتو باكتر سنسبل تايب سايكل والبوليميكس. تتصرف ازاي؟ تعالجيها ازاي؟ احنا قلنا ايه؟ تيجي كاربابينم سنسيتيف ولا كاربابينم ريزيستنت؟ طيب احنا قلنا الاسيتو باكتر دي واحد من البكتيريات اللي ممكن تتعالج في ايه؟ الكوليسترول لوحده. احنا قلنا الا الاسيتو باكتر يبقى دي ممكن تتعالج بايه؟ الكوليسترول لوحده. ماشي؟ طب انا انتوا عايزين نتدرب اكتر، عايزين نتدرب. ماشي. مين انا ما سالتكش صح؟ يلا ماشي. اسمك ايه؟ يلا دي بلاد كلتشر فيها كليبسيلا. ماشي؟ سنسيتيفلي اميكيسن وسيبرو وليفو وبوليميكزين بي وتايجسايكل. ماشي؟ تعالجها بإيه يا باشا؟ ها؟ عالجها بإيه؟ دي كليبسيلا. نعم؟ أنا مش هتحط، أنت اللي هتحط يا باشا، قول لي أعمل إيه؟ ماشي. حط كوليسترول بس ولا حط معاه حاجه ثانيه؟ ايه تختار ايه؟ قدامك امينو جلايكوسايد وكوينولونز، تختار انهي فيهم؟ انا اختار كوينولونز. كوينولونز السايد كيف بتاعهم اقل من الايه؟ من الامينو جلايكوسايد، ولا يحتاج مونيتورنج، ولا يحتاج ولا نيفروتوكسيستي ولا حاجه. ماشي؟ ماشي. البوليميكسين بي لو موجود عندك ممكن تستعمله، لو مش موجود ايوه مش هتحط. او ممكن مع البوليميكسين بي في ابن عمه البوليميكسين اي اللي هو الكوليسترول ناقص، هو هنا ما هو ايه الاثنين المفروض سينونيمس، بس انا بحب لو كتب كوليسترول يبقى احسن. ماشي؟ كلينيكالي لا، ده يعالج ده يعالج صح، لكن الافضل ان انت ايه تطلب السنسيتيفيتي تبقى مكتوب ميديكو ليجل مش طبيا. طبيا هتبدي اول حاجه. ماشي؟ طيب يلا، هي ما جاوبتش. يلا فين اهو؟ ده عيان عنده زودوموناس ماشي في اليورين، زودوموناس في اليورين، طلع سنسيتيف لاميكيسن وسيفوبيرازون وسيبرو وجنتامايسين واوفلوكساسين وليفوفلوكساسين واميبينام وازيثروميسين ونيومايسين. طبيعي ان الزودومونس تبقى سنسيف للازيثروميسين، مش طبيعي. نط المزرعه دي المزرعه مش خلاص، وانا هوريك في مزرعه ثانيه بعد كده تيجي زودومونس وتايبسايكلين سنسيف، يبقى دي احتمال تبقى ايه غلط. ماشي؟ انت بص دي شكلها ايه؟ مزرعه. طيب ده عيان عنده يو تي ار، عنده ايه؟ يو تي ار طالعه ايكولاي اي اس بي ان سنسيتيف لسكوكسيدين وايميبينام وميروبينام وارتابينام وجنتامايسين واميكيسين وفوسفومايسين ونايتروفورانتوين وسيبرو وليفو واوفلوكساسين والتايجسايد. مين يلا عيان عنده يو تي اي اي اس بي ال، اليو تي اي ده سبايكس مش بايرال فرايز، والاي اس بي ال دي سنسيف لسبوكسيتين والكاربابينمز والامينو جلايكوسايدز والكوينولونز فوسفومايسين ونيتروفورانتوين سبايكس. ده ايه؟ لا تيجي، ما تيجي إيه؟ لا تيجي
يبقى ايه؟ طب لو بايونيفرايتس تمام؟ طب لو هي اي بيشنت وعايزه فيها اي في للبايونيفرايتس هات ايه للكولايتس كلها؟ هات ممكن ارتفلم او ايه؟ او ارتفلم ماشي؟ الارتفلم الميزه بتاعته ان هو بيتاخد وانس ا دي والتكلفه بتاعته لو حسبتها هتلاقي انها تقريبا اقل من ان انت تستعمل كذا دوز من الايميروفيلم والميزه بتاع الارتفلم بقى ان هو مستور عن اللي موجود في مصر الميروفيلم اللي في مصر مصنوع في مصر صح؟ هو الميراج والميروفيلم في بيرونا اصلا بس بيرونا قالوا قليل مبنيه نص عشان كده فهي تبقى زي ارخص كمان من البديل المصري تمام؟ هي دي الميزه. طب ينفع الارتابينا اللي هو الانفنس ابدا بيه الفرق؟ لا ليه؟ ما بينطيش ايه؟ سودومونس صح؟ يعني ما ينفعش ابدا بيه امبيريك لان هو مش بيغطي سودومونس. فانت بتبدا لغايه لما الكاتشر تطلع لك بعد كده تعمل ايه؟ دي اسكاليشن. اتفقنا؟ حلو دي. مين ما جاش عليكم صح؟ قلتي؟ طب يلا. بلاد كالتشر طالعه اخر واحده. لا انا اقل من دقيقه خلاص الدكتوره نرمين جت في بص احنا نفس يلا بلاد كالتشر ايكولاي ماشي ايكولاي طلع ريزيستنت للاميكيسن والاوجمنتين والسيبرو وكده ومش طلع سنسيتيف غير للتايب سايكلين هتدي عليها بايه؟ ريزيستنت للكاربابينمز هتعجيها بايه؟ سنسيتيف للتايب سايكلين هتدي دول هتدي ايه وايه؟ ها؟ يا ابويا يا اخوانا احنا قلنا الكربابينم ريزيستنت لازم يبقى كوليسترول باك بون يعني ما تجيبليش روشته الكربابينم ريزيستنت من غير كوليسترول تمام؟ كوليسترول باك بون وايه؟ وتحطي معاه ايه؟ تايب سايكلين ماشي حطي تايب سايكلين نعم؟ لا انا ليه مش حاطط امينو جلايكوسايد هنا واخترت الترايجلايسيكلين اللي مش بيقعد في الدم مده؟ لان هو ده سنسيتيف يعني هو فيه عيب ان هو مش بيقعد في الدم بس في ميزه ان هو ايه؟ ان هو ايه؟ ان هو سنسيتيف فممكن تحط الكوليسترول مع ترايجلايسيكلين ماشي الكلام؟ وعلى فكره مفيش جايد لاينز واضحه للتريتمنت بتاع الريزيستنت جراد نيجاتيف ليه؟ لان الحاجات دي كومن بره ولا كومن هنا؟ هنا يبقى مين اللي المفروض يعمل الحكايه دي؟ احنا المفروض نذاكر ونقرا